هادي مشوار بعيد هاي اسمعوا عندي لكم فكرة اسمع ولا قطع وارث ما طلع مني طول العمر نزلوني على المهرج وروح وراك والله ازهل اول ما نزل بنروح لك بنروح معك مرحبا بكم لا لا توني الظاهرين ما بي الا فرق صدق انا بنحط عند اقرب اقرب بايشري باكل عيش مبارك سندويش مبارك سندويش مبارك ايش ليش تنبارك ذي؟ ايش السموم يا ولد؟ سموم تعال هنا جاء عندك دار تعال يصفقني هنا سموم هنا في ذا الجهه نومك والله الهنقر شذاك ذاك الجهر شوف شيء ما شوفه يوه يوه لا ذاك الفتحه ايه لمبات لمبه يا عود ايه لمبه من اجدار يا رجال اي والله لمبه حق كانت لي اجدار هذا طال عمرك واحد قال مبارك كان طفشان ومر على البوفيه خلط له 18 نوع مع بعض وسماها مبارك صارت منتشره الحين عطني مبارك عطني مبارك وعوض ها؟ وعوض عوض عندكم؟ عندنا عوض عوض عندكم عوض وش انت عوض؟ وش عندكم منشار؟ احنا دارين والله وش عندنا كل شيء نعمه عندنا نعمه حدا وانا قهويه هذا يباني اصف قهوه فنجان غايبين شيطانه انا وراي من يسوقني بعد شوي اللي معك كون معي محمد مساعد يقول انا بسولف على المقدم وانت بل هي اي هي تبي طلع وجه شنار والزهراني بس الظاهر الزهراني تعبان يبي له مسخن سمعت ابدا المهم الله يسعد العيال صرنا عيال جماعه شفت انت؟ مرهم اخوي انا الدواس لا يا اخي اضحك على لهجه ناصر ضافر هو اليوم يقول على برايت لهجته بديت هناك اشتقنا هناك لا, لا لا ما رحت مع هناك لا هذه ما لها اي دخل في الا يقولون وديناك وديناك دي كلنا هذه كلنا نقولها لا يقول بديت هذا احنا ان شاء الله وديناك ان شاء الله يوم السبت وديناك كذا الباب طيب يقول فديت هناك فديت هناك بالعكس انا اشوفها شيء مميز وشيء جميل عندهم والله العظيم ميزتهم اللهجة. انا احب هناك وانتم بعد عندكم بعض المفردات غريب ايش اسمها اللي انا انتظرك عندكم؟ ارقبك لا خل ارقبك لا في كلمه انت قلتها في رواك في رواك؟ في رواك انا في رواك عجل علي رواك في رواك يعني انا في انتظارك انا في انتظارك ايه وش لا في غير انت قلت هذاك اليوم احنا جالسين نسولف في الغرفه انت انتظرني لا اصبر ما. علي لا لا حول ما هو انتظرني وقف وصوت والله كني منقلب اي والله يلا حيهم الو اقلط يا ولد حد يجي مع الظهر سلامات يا ولد كم التاريخ قلت ارحب يا رجال حالك ابو مسفر ما زين شكلي انا جالس يا رجال زين مكيف خل شكلك كم بلا تحس بشعور لا لا بشكلك في جلسة الظهر والعصر حلوة بس حلوة حلوة لا بالعكس أنا أحلى شيء أنا عندي أمنية اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلنا رضاكم لجلكم نبدل اللي لا يقف مستواكم جدكم الواقع بحلة وطلة جديدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في قناة الواقع الفضائية نمسي عليكم بالخير يوم جديد حافل بالعطاء والإنجاز والتميز مثل عادتكم وطلتكم المتميزة الله يحييكم يا جماعة الخير في فقرتكم المعتادة فقرة مذاق في برنامج كاريزما على قناة الواقع الفضائية ونرحب فيكم ونرحب في المشاهدين اللي يشاهدونا عن طريق اليوتيوب البث المباشر كالعادة آلية الفقرة يعني 1300 نقطة 300 نقطة في برنامج الإكس بينزل سؤال بعد شوي عليه 100 نقطة وفيه 200 نقطة للتاج الجمهور و1000 نقطة للفريق الفائز معنا طبقين اليوم الطبقة الأول اللي هو مقلقل لحم بالضغط
وحنا رايجين فينا ضغط على ذا الحر وعلى كل شيء، واول واحد انضغطنا الرجال ذا. بس شوي سلمى يلا مضغوطين في كل شيء. سلمى عليكم السلام. يلا حي شلون الله حيهم وجهك عزاك طيب. يلا حي شلون قلبك يا اخي مبطل ما شفتك انت. يلا حي كيف الحال؟ يلا حي رجال شلونك عساك طيبين كيف الحال؟ مرحبا الله يحييكم الله يبقيك طول عمرك. معنا الطبق الاول اللي هو مقلقل لحم بالضغط تمام، والطبق الثاني كانتون دجاج صيني تشام تشابي ابشر. كانتون دجاج صيني تعرفه؟ كرتون دجاج صيني. كرتون اي كرتون دجاج صيني مقاس 600 جرام. يعني كانت دجاج الوضع يطلب كرتون دجاج. ها كرتون صيني اي بس بس مع العيدان. اوه بس اهم شيء العيدان. ما يقول ما توكل بالعيدان. بالعيدان بس اطلب طلبه سم خل العداد يشغلوا لنا شيء بسيط ناخذ لنا هواء عشان يتحمسون الشباب. بس دقيقه ابشر على خشمي بس خلنا بس نعطيهم التقدير. فالفريق الاول اللي هو معنا الشيف نورة والمتسابقين عبد الله الزهراني وشنار الدوسري. كيف؟ لا شنار في انتظار المتسابق عبد الله الزهراني وشنار الدوسري، ولكن عبد الله الزهراني يقول انه تعبان او كذا فيه تعب مسخن. اي بسيط جعله ما نشوف شر جعله ما نشوف شر بس عشان مره واهله. لا 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 بخير وعكه بسيطه بيقوم العصر. لا لا بسيطه الحمد لله. يا سلام شنار والله كفو يا نايف. شنار الدوسري شنار في انتظار شنار. الفريق هذا معهم الشيف نورة الشيف جيان. جيان انا حبي والله ونعم جيان شرفت الحته. بدي يمون الولد هفها بذا العصا. طيب الشيف جيان محمد الدوسري اللي هو الأخ الكريم هذا اللي خصم عليه 4000 نقطة بإذن الله أنك بتعوضها. وسيف الأكلبي مرحبا ومسهلا يا سيف الله يحييكم. تفضلوا الله يحييكم. فالفريق هذا الفريق الثاني جاهز. سيف ومحمد معهم كانتون دجاج صيني. وش أنت يا كانتون؟ والله ما أدري. عندنا في السعودية 3000 طبخة ما جبت ولا كانتون دجاج صيني. معنا لا يدرون أنا قدها. نعم نعم. أدري شخيرتي. كانتون دجاج صيني. يعني ناقصنا بس كاراتيه وتلبس التكواندو ها؟ زين؟ نعم. جاهزين. برا. فالفريق الثاني مقلقل اللحم بالضغط هذا يهون. تمام. فالله يحييكم مرحبا ومسهلا. طيب كانتون جهزونا اتصالات الاشياف. شو اسمه؟ جهزوا الاتصالات يا اخوان جهزوها. الله يحييكم. ها البسوا القفازات. شنار مرحبا ومسهلا. المايك طافي طال عمرك. لا انت ضبط وجهز. محمد الله يلبيك بسالك بعد شوي. جاهزين تبي طال عمرك. خذ راحتك يا شيخ محمد تعال. بسم الله تفضل. يلا بسم الله. سيف وشلونك يا سيف؟ لبيك بخير علوم. الله يلبيك الله يسلمك. طيب معنا رعاتنا اللي طيلة البرنامج كاريزما وبيستمرون معنا لنهاية البرنامج بإذن الله عز وجل اللي هو بهورات الغربي نتشرف فيه وبمنتجاته الجميلة. وكذلك معنا الراعي الثاني اللي هو غصن الزيتون. ونعم فيهم جميع. الله يعطيهم ألف عافية على منتجاتهم الطيبة صراحة بيض الله وجيهم. طيب إذا جهز الاتصال الشيف الفريق الأول الشيف نورة أعطونا الاتصال أو أي شيف جاهز أعطونا إياه. يلا حي شنار الله يبقيك. وشلونك شيخ القرية متى جات؟ والله كل يوم يا أبو كل يوم ولا كل ساعة؟ كل يوم. أنا أخوكم أبو سعد ما عليكم زور. كل ما عليك زور كل أسبوع لا طلعنا من منصبنا دخلنا من منصب. يعني على سبيل المثال دخلنا سفير الوقف. طلعنا من سفير الوقف دخلنا لا كم المدة القرية ليومين الحين. طيب تستمر اسبوع؟ نعم الله سبع ايام. حلو. طيب كم معك موظف او كم ولا الشيخ على المتسابقين مستشار كلهم؟ اي مستشار اي تعين مستشار او مستشارين يعني ثلاث اربعة. زين الله الله انا معي ستة. بس لازم تطالب عندكم اللبس هذا حق الشيخة. اي الله الله اي مضبوط يا سلام عليك. طيب على حسب الرواية بات. طيب كل واحدة واحدة صعبة والله ما عليك حق ما ادري كيف يقعد.
شنار والله لهينك كل شيء الطاقيه القلفزات كذلك هذا للشطار الامورين اللي يشربون الحليب اللي يشربون بالصحوه قوه نعم اشرابي الحليب استاذ محمد ليش سبب خصم ال 4000 لبيه منو اللي خصم عليك والله طعمك ابو سلطان ابو سلطان ان شاء الله هدرب مصلحتنا من حب وغرى لكن يقولها من هذا المنبر طال عمرك على قال الشاعر وانا بخصم على قول الشاعر طال عمرك وانا بخصم مصلحتي لا مني عقب ترماح لا من العطش للوادين لذيك البلدين اي يقول طيب ومتجمل ووافي ودندون ايش فيك يا نايف استرح هنا وخلنا نشوف وجهك الزين نعم يقع انا ما نبتك وعد بعيد حبك يزيد يا حبي تعجبني والله ها استاذ محمد يقول طيب ومتجمل ووافي ودندون يا شعيل حملك عزته في سلامه لو كانت ديوني 80 مليون ما انت بلاقي غير ذا الابتسامه حطت شنو حملنا يا سلام يا سلام طيب وش سبب الخصم حنا والله سبب الخصم ارن يا اخوي الرادار ربعنا ذلك انا اسميهم المتلونين المتلونين فقره الرادار فقره يعني نقد ما اسمها الرادار ما وصلت لمرحله النقد الان يوم معك ويوم عليك هم جعلوا من الحبة قبة نعم ورى أنها بسيطة جدا واحد يمزح مع صحيبه من مزحت معه مع أخوي عبد الله الحربي طيب جاي يمزح معه يحب تمزح معه هم كبروا المسألة وإن جات زلة من رفيق نسنافي ترى الكفو دائما يشبوحها بعيد يا سلام نعم. يا سلام الله الله ولكل فعل ردت فعل بيض الله وجهك وجهك أبيض لك عندي مداخل يقول لكل فعل ردت فعل نعم والله يقول عز وجل في كتابه وجزاء حسنة حسنة مثلها وجزاء سيئة سيئة مثلها كيف كان شعورك يوم خصم عليك الأربع آلاف أخ 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 قوية جدا أتعبتني دخل راسي شوي ليسر ولا ليمن كلها قلون ولا معد دقيقة مع الغريضة وفيوز قام تضل في راسي لكن صبرنا أمر المؤمن كله خير طيب هذا وش كان نوع المزحة معلش وين بسيطة ما تسمع كلام مو بكلام قاعد أسولف وأشكر دعم الأستاذ وأخوي مناحي وجاء مر من قدامنا قطع علينا الكاميرا انت يا الاخ عبد الله عبد الله حربي إيه؟ حبيت امزح معه قلت اكيد توقع يبي رياكشن انك قطع له قلت يا اخي العجب منه بس كذا مزح اي خفافيه إيه؟ حطوا عدنا الحبه قبه انك فعلت وانك سويت زعل عبد تقبل عبد الله تقبلت ولا قال شيء ليش 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 النقد انا ما ادري يعني يعني لو ابو سلطان ما خصم الا بعد راي النقد أثر في المصيبة الأعظم والأدى والأمر وحشفا وسوء كيلة في أخطاء أكبر من هذه وأعظم من هذه ومشوها ولا تفتولها والخطأ البسيط اللي من حمود حبيبي محمد المؤدب الخلوق الطيب النظيف جعلي خصم 4000 ريال لكن ما في مشكلة والله شناها وحملناها وراي جمهور عظيم وش الإشكالية شوية كذا أفخر فيه وتباها ودمي حار وإنه وياه من الأمام إن شاء الله يا سلام يا سلام يا سلام بطل طيب محمد والله محمد بعد اذنك جايبين لنا ثلاثة سوس ليه كل واحدة اللي يدك اليسار لا كل واحدة اي نعم اللي اليسار فقط كل اليمين نظيفة طال عمرك انت الله يسعدك الله يطيح الذنوب طيب محمد ما انت والله تستاهل الخصم لكن لكن ممكن ابو سلطان ادرى بالشيء هذا مثل ما تفضلت ولكن يعني فقرة النقد الله لهينكم انا والله ما نبغى نشبك في المشكلة بس احنا بنتكلم بالحق والساكت عن الحق شيطان نخلص نعم. حنا نشوف ان شيء اقوى في البرامج الواقعيه بشكل عام ولا يجي مثل النقد مثل كذا يعني انتم تنتقدون عشان مزح بينه وبين رفيقه ترى في مزح اعبر من كذا تحت البث على فكره بس نعم ترى في مزح اعبر وتقبلونه اخوان وصدورهم وسع كلام تثيرون الفتنه لين تسببتوا على الرجال نعم. يخصم منه تركي الفتنه اشد من القتل ف... لا يحترم في الناس وقطع وادك نعم على مشارف إبراهيم والله محمد الودعاني للأمانة إن خرج تذكر كلامي إن من غير قاصر في الشباب إن يسقط جسر كاريزما والله والله نعم بيسقط جسر كاريزما محمد الودعاني وجوده مهم فعلا وش تقول محمد عن نفسك؟ على هذا الإطراء وعلى هذا الكلام الجميل والنبو مساعد باقي ويتمدد لا يحترم طيب الناس كن المحترم ولا ينهضم حقك قبل ما تهضمه يا سلام عليك نعم طيب وأقول أبو سلطان من هذا المنبر من كل خير قريب وأدرى مصلحتنا وأقول بإذن الله أنا ما يقصر يا سلام طيب صبر. أبو سلطان بيض الله وجهك أبو مساعد أبو سلطان أنا أقول والعلم عندك يعني أنت وافي ولا حنا بجايبينها مجال طلبه لانك عارف ايش خطرنا جميعا
ما ادري ممكن الشيخ عنده بعد تعليق الاخ شناب او عفوا العمده العمده الخاتم جاهز؟ جاهز اي مضبوط. طيب خليني بعلمك بكمل جاي المكتب فبيض الله وجهك يا ابو مساعد. فلا اله الا الله. فحنا يا ليت بس يكون اجتماع بسيط مع ابو عبد الاله مع ناصر انكم تسترجعون او يعني تقللون في الخصم. يعني 4000 والله انها قويه يا الربع قوية. أطلع يعني 500 نقطة 1000 نقطة. تفضل استاذ سنان. بعد صلاحيات العمدة تعود. وش صلاحيات العمدة؟ لازم تعود يا جماعة الخير. ما نسي لازم عشان الشباب يبدعوننا يا اخي. احنا نبغى ابداع هنا في القرية. وش الفرق بين العمدة وبين المتسابق الطبيعي؟ ما في لازم يكون تعطون العمدة صلاحياته تعطونه اموره تعطونه دنياه. لازم نرجو رجاء خاص نرجو من فقرة النقد هذا اللي سماها استاذ محمد ايش؟ فقرة ايش؟ الرادار المتلونين. المتلونين المتلونين تفضل سياسي. يوم معك يوم عليك مشكلة. هذا الرادار انا اسميهم لف ودار. لا والله يا هلوة يا اخي تصريح قوي بس ان شاء الله ما يخصم عليك 4000 من الاستاذ. والله عزيزين يا رجال. الله لف ودار. الله يحييكم اليوم في اخر الليل في فقرة استاذ نايف ايش؟ عشان تكون معنا في المشكلة. نايف نايف لا لا مو هو بنايف قول صح. نعم انا اقول يعني فقرة ايش يا نايف؟ لف ودار. لف ودار. فقرة لف ودار وليست فقرة النقد ابدا. نعم. فقرة النقد راحت من زمان. انتهى النقد. انتهى النقد. ما عاد نشوف نقد. حنا نشوف لف ودار. لا يوجد نقد هذا. وعندي ابو سعد قصيده موجهه لابو سلطان. تفضل. ابو سلطان يستاهل. لفتاك قرب يقول جعلهم بدا تركي جعل الولي يرعاه شيخا الى جيته ما ساق المعاذيري شيخا الى جيته ما ساق المعاذيري يغفر الخطا من ضاق ما هو جيب اقصاه ولا يلتفت لقريبين المحاضيبي. يستاهل ابو سلطان. يا سلام يا سلام. بيض الله وجهك ابو سعد. طول عمرك وسعت الله يسعدك. الله يحييكم. طيب مرحبا ومسهلا. طيب شباب ولا عليكم امر. محمد ابو مساعد لا انت ذي البسها عليها الطيب لا انت. طيب جماعه الخير المتسابق لا اله الا الله عبد الله الزهراني يعني معه عذره زين بس بيرتاح ساعتين ثلاث ساعات ورفيقه شنار بيقوم عنه. لكن ان فاز فريق شنار بألف نقطة هل هي تتوزع بين شنار وبين عبد الله؟ لا ما تتوزع ولا الكلوة يا شنار. تروح كلها لشنار. نفس آلية الفقرة. إن فازوا الربع ذاله سيف ومحمد 500 500 والسلام اختم. أنا بالنسبة لي أنا إن فاز فريقنا أنا ومحمد نقاطي نقاطي إن شاء الله إن شاء الله نقاطي تراها لمحمد. يستاهل الرجال عليه خصم وعليه بيض الله وجهك والله يجمل حالك. ولكن انا ما اضمن اني ادخل السبت لكن انا ولكن سير خلني اضرب وجهنا ابيض سواء اقول والله ان وجهك ابيض ونعلمك طيب وان كانك معطيها 500 نقطه ولكن اليه المسابقه ما تقول كذا. نعم. عمرك اي والله ما قصرت وصلت. نعم تجمل 500 500. طيب كلام كذا بعد وصلوا المشاعر. معنا الشيف نوره. الشيف نوره الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله شيفا نوره. معك شنار الدوسري اليوم. اشرحي له طبق اليوم ولا عليك امر؟ شنار بس الحاله صح؟ وين؟ بس شنار الحاله صح؟ مع الله سبحانه. ابو شنار الحاله بس. شنار الحاله نعم نعم اليوم الحاله. طيب صعب على شوي. يلا انا اقول لكم مسجل لحاله. هو ان شاء الله قدها يا شيف نوره. اعطينا بس اشرح لي الطبق وهو يسمعك الان. يا مرحبا يا نوره. هلا والله. اقول مقلقل لحم. تفضلي. يا يضع اللحم وسط القدر. ايش؟ طيب اللحم يضع وسط القدر. ايوه. بعدين اضغط الضغط مو قدر ضغط. ايوه. بعدين يضع على شويه زيت ملعقتين زيت. ايوه. بعدين البهارات مشكلة بعدين شو يسمونه فلفل رومي فلفل حار. طيب دقيقة. أيوة. حبة حبة خذي راحتك. أيوة بعد الفلفل الحار وفلفل رومي كلها تضعها كلها وتحمسها قوة بعدين تضع عليها قل. بعد الفلفل الرومي وش؟ فلفل حار ثلاثة فلفل حار. مضبوط. طيب بعدها تضعها كلها بالضغط تضع عليها قليل من الموية قليل من الموية. ايش اللحم موجود؟ قليل من المويه.
لحم الحاشي ولا غنم؟ لحم الحاشي ولا غنم؟ لا يا ابوي. طيب قليل من المويه. لحم ايش يا اختنا؟ لحم ايش؟ اللحم موجود. لحم موجود ايش موجود؟ اي الموجود تمام جميل 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 واضح وصف. طيب قليل من المويه والطبق الثاني رز. ايوه. بعدين رز اثنين بص بصل فلفل رومي فلفل حار طبعا كلها مع بعض مع زيت مع قليل من المويه وملح على اللحم وملح على الرز. طيب مضبوط خلاص اسمعني بعد ما تخلص الطبقين تصب الرز بعدين تصب الطبق فوق اللحم اهم شيء يكون اللحم ناشف. مضبوط. طيب بعدين سلطه خيار طماط. مضبوط. استفسار بس يا شيف نوره. هلا. استفسار يعني اللحم لازم ينشف من المويه اللي حطيناها القليل. ايوه قليل قليل من المويه قليل مضبوط. من المويه. مضبوط. عشان صبته في الرز. مضبوط. وبالسلطه شفت خيار وطماط وجرجير او خس. ايوه. وشطه ثلاث طماط وثلاثه فلفل حار مع قليل من الملح. مضبوط مضبوط. بشكل سريع بس فيما يخص الرز. أيوة. يا شيف نورة. أيوة. فيما يخص الرز يا ليت تعيدينا الرز اثنين بصل. أيوة. فلفل حار فلفل رومي. أيوة. والبهارات مشكلة. أيوة. وزيت فقط. الرز ينقع ولا أي يغسل ويصب على الرز المقادير. مضبوط. والمويه يكون على قولتهم بس المويه والملح. مضبوط. يعطيك العافيه. حياك الله. الله يعطيك العافيه. كانت توفيق ان شاء الله باذن الله. ما في ان شاء الله قصور. الله يعطيك العافيه. يلا ان شاء الله. جوالي شفته. شكرا لك يا شيف نور. الله يعطيك الف عافيه. شنر واضح الفكره كامله؟ يا سلام عليك. طيب اذا عندك استفسار ترى بيكون في اتصال ثاني بدا اثناء الفقره. عيال حشاف جوالي. الله يلبيك. طيب. لا اله الا الله محمد رسول الله. الشيف الثاني من هي؟ جيان. الشيف جيان. الله يعطيكم الف عافيه. وش مقلقل؟ ماني انا حالي خلني اشوف الامور. طيب وش مقلقل اللحم بالضبط؟ مقلقل لحم مقلقل بس إيه؟ طيب قدر الضغط لازم تحتاج قدر الضغط. يلا الله بحسابي على ذاك. اي خلاص تمام ابدا بما انها الحاله اي ابدا اي والربع ما في خصم يعني منافس. يلا طيب عيال جوال يلا. لا تعمك العافيه. لان ترى مقالب الجوالات خلاص انتهت. ها لا لا اكبر من احنا اكبر من كذا يا لا تاكد. طيب الشيف جيان السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. من الله يحييك. الله يحييك اخوي مفتح. الله يحييك. طيب ماني معك اليوم من المتسابقين اخوي محمد واخوي سيف. سيف سيف الأكليبي ومحمد الدوسري. نعم. طيب تفضل اشرح لهم طبق اليوم ولا عليك امر. ابشر اخوي محمد والاخوي سيف ما شاء الله مركزين معي. ايش؟ معك سيف محمد الودعاني وسيف الأكليبي كل ابون اذان صاغيه. تفضلي اختي الغاليه. الله يحفظكم. طبعا المقادير واضحه عندكم في الورقه اللي طلعت عليها. عن اذن لو تكرمتي رفع الصوت قليلا لان السماعات صوتها خافت. المقادير واضحة عندكم في طلعت عليها؟ نعم طلعنا عليها. نعم صدور دجاج. كلها خلاص. ايش؟ تفضل كمل اقرا. صدور دجاج مربعات مع البصل والثوم المهروس ويوضع على الزيت. في قلاية تكون؟ لا لا عادي مع القدر صغير عادي. حلو حلو. طيب نضع البهارات والزنجبيل. الصوت واضح؟ اي واضح. ثم نضع معجون الطماطم نص علبه. ايه موجود عندنا. وثم نضع الفلفل الرومي المقطع مربعات. كل الانواع هنا ملاحظه الفلفل الرومي الملون كل إيه؟ من كل لون واحد تقطع المقطعات مربعات كبيره شوي. يا سلام. ناخذ من كل بستان زهره او قطفه. حلو. ثم نضع كاس المويه. نضع الكاس مويه. ممتاز. ثم المر مو شرط كاس كامل نص كاس عشان يطلع مويه فيها كثير. عشان ما يكون كثير الماء يكون متوسط يعني نص يعني. ايه عشان اذا نشف المويه حقت الدجاج بعد البراد وكذا تحط الصايه هذه الصاده شوف شوف خليه غامق لون. والله فهمت الصوت ما واضح لكن اجين اختي
يعني عيد بعد ما تحطون بس بعد ما تحطون المويه نص كاسه شوي عشان ابغاها يكون مره فيها مويه اوكي ناشفه شوي ونشف المويه خلص المويه نشف خلاص إيه؟ تحطون الصويا السوداء تلاقونها موجوده مع المقادير نعم الصويا السوداء هذا نعم هذا الصويا اي اي تكثر منها شوي عشان تكون هذا لا تظلمني إيه؟ انا ظلم بهتان نعم هذا يا زينه مو طين منه ايه الملح تحط على حسب الرغبه شوي وبعدين اسمع اخوي محمد تسمعني اي نسمك إيه؟ بعد ما تخلصون الطبخيه تحط المويه النهائي كذا اللبات يطلع لونه يعني مناسب واللحم انت تعرف انه ناجح الدجاج تحطه في طبق التقديم وفضل يكون ابيض عشان الطبقه تكون غامقه شوي فضل طبق التقديم يكون ابيض ممتاز اوكي حلو وترش عليها سمسم بتلاقونها في البهارات الغربي عندكم سمسم ترشونه على الطبق من فوق بعد التقديم يعني هذه من الديكورات الاخيره نعم وتحط البقدونس ايضا قطع صغيره تحطها في الوسط وليمون مقطع حلقات على الطبق عشان تكون شكله واضح ومرتب في المسافه اوكي ممتاز اوكي اوكي وبعدين الخبز طبعا هي سهله وعلى طول تخلصهم هذه شكرا 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 واعطيك العافيه وما قصرتي أهلاً إياكم شكرا الله يوفقكم جميعاً آمين ما جات سوى كوات يا سيدي عيونه لا فديت عيونه دقيقة دقيقة طيب دقيقة هذا الشيف من جي شكرا لك يا شيف جيان الله يعطيك ألف عافية ما قصرت وشكرا للخوات اللي يشرحون طبق اليومي دائما في فقرة مذاق الله يبيض وجيكم ويجزاكم خير طيب نعم فتفضل يا ابو اللي اختار الطبق الاعداد ولا الشيف شوف انا اللي اختار الطبق هذا انا اللي اتفق نسولف معها شوي يعني لا اللي لا اللي اختار الطبق ما هو بالشيف ما هو بالشيف اللي اختار الطبق ناس ثانيين احنا ما نشوفهم يعني هذولي في 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 قمر الحال ما ندري يعني بس انا ناس انا ابغى ادلس معهم ابغى ما افهمهم بس ابى اشوف ايش يفكرون يعني فيه بس يعني يعني هل هم عايشين هل هم عايشين معنا هنا فهنا في الرياض شو اسمه ما ادري وش اكل كنتون صيني كنتون صيني انا وش قول لي واللي ما ادرى بصيني احنا بعض الاكلات السعوديه ما كنا ناكل كنتون اعرفها يا الربع انتم اعطونا شيء يعقل يا الربع ولا تراني بكسر ذا الصحون تكسير شوف اختلاف الثقافات لا لا تبي من مقلقل اكون معك صادق ابو سعد وسيف صح عليك بالاسم لكني ارى ان الطبق هذا لذيذ وجميل وسهل واشكر الشيف كانتون صيني مو بالشيف الشيف ما له دخل حلو حلو والله بسيط بس لازم تسوي الحركه كذا ترى انت وياه طيب الله يبيض وجهك يا نايف حي الله هذا العين طيب لحظه دقيقه التايمر شنار بدا بس قطع قبلها الفلفل الرومي والبصل لا تخصمون عشانها كان لانه الحاله هي الربع نعم طيب التايمر 3 2 1 كيو 45 دقيقه العب يلا يا سلام عليك شغل يلا يا سلام عليك شغل يا استاذ مهندس احمد الشاره وارفعها لفوق خلي الشباب يقومون من النوم انا كاريزما كارزماوي والراس طايل لمركز دايم ما على وايل ومثبت افعالي بالدلايل انا كارزماوي انا كارزماوي انا كارزماوي انا كارزماوي انا كارزماوي انا كارزماوي وابا اتحدى اقلط على على الله من يدور على النوم أسلا زيادة
اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لجلكم نبذل اللي لا يقرب مستواكم جتكم الواقع بحلة وطلة جديدة أنا كاريزماوي أنا كاريزماوي أنا كاريزماوي أنا كاريزماوي يا سلام يا سلام عطنا الشلة الثانية يا مهندس ولا علي كمر سق الله نهر باقي من شهر عاشور لا الفضل من بدا الليالي والايامي نطحني هنا فين كانها من بنات الحر وتكسر نظر شارت لي وسلامي سق الله نهر باقي من شهر عاشور له الفضل من بدا الليالي والايامي نطحني هنا فين كانها من بلد الحر وتكسر نظرها شارت لي وسلامي ويا شبه شك حط طيحت وقفت المقهور اللي جات جذبها الغنى أنا اللي قضيت العمر كله وأنا مجبور وتوي عرفت لن خافي الحزن جزامي وتوي عرفت لن خافي الحزن جزامي أنا أدري يبروحي لا تجيبوني لدكتور سبب علتي وتوي من تهد فلك دامي عسى الله يعين العين تصبر ثلاث شهور يصبرني اللي صبر الناس قدامي أنا فكر بعصر مضالي وأنا مسرور وأشوف غدا كنت مثيل وأحلامي وأشوف غدا كنت مثيل وأحلامي شكرا لك بس خلنا نشوف كم باقي على التايمر باقي على التايمر 40 دقيقة أشكرك يا مخرج والله يستاهلون زيادة الدقائق والله يستاهلون يعطيك العافية يا رب آمين يزودك بالخير والبركات سكنية الذرية وش ناقصكم وياك يا حبيبي أمور طيب أمور طيب أمور طيب يلا بسم الله بسم الله أخي سناء هلا يا أبوي ها كيف حالك؟ كيف حالك؟ مجور تم حالك يا أبوي كيفك الله يحييك؟ برجعني ما بسيك لا لا ما هكذا ترد الإبل يا رجل ما هكذا ترد الإبل ما هكذا ترد الإبل بسم الله أخ 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 إيش المشكلة يا شيخ ماذا بك لا ماذا بك الغاز من هنا لقد عرفت عرفنا الإشكالية يا شيخ نعم من الذي جعل هذا كذا لا لماذا تقول به كذا انه وضع فيه زر هنا ضبط قلبه لا بالقوه يا رجل ليس لا لانه بالمخ وليس بالقوه نعم يا محمد عرفت ضبطت الامور شوف يا تاكد هداك الله يا ابو يمن ماذا فعلت بنا بس جعل كل ما نبقى جعل راسي رسا لا يا محمد يا كثر بعبس الولد ذا ليه تصعد لا تصعد الموضوع لا تصعد الموضوع انما انت فلسفه بقطع الثوم وزبط الثوم والبصل وانت بعبس في الغالي لا ليس مزبوطا هذا اني عارف انك شكلك ازعف كل ما زبطه دع عنك هذا اشتغل شغلك اثنين يقول اثنين في شغله خرب انا طالب خلاص زبط يلا تفضل بسم الله بسم الله الله عليك الله اكبر يا سلام عليك ربنا عبدك وصلينك يخليك قرين قرينك الله ايه ده
سيب يدك سيب يدك. ايش هذه المنتجات الجميلة يا اخوان؟ سيب يدك. نقدر نشرحها اليوم؟ ها؟ الله غني على التعريف. الله هذه المنتجات او انت تقصد المنتجات الجديدة؟ ايوه هذه خارجية يعني ها؟ صحيح منتجات خارجية. طيب مشاهدينا الكرام نذكر بسؤال اليوم اللي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. أكلة هنا بس مخرج الله ليهينك. أكلة شعبية تتكون من أربع أحرف. أكلة شعبية تتكون من أربع أحرف. هاي شنار والعيال خمس حروف مرقوق. لا وش تقولون؟ هذا الحين إذا أنا أقول جريش. يا سلام. وأنت شو تقول يا سيف؟ أنا أقول جريش. وأنت يا محمد؟ إيش السؤال؟ قول جريش. قول جريش. أكلة شعبية تتكون من أربع حروف. أي 4000 يقول. خمسة خمسة. أي 4000. أكلة شعبية. أي أكلة شعبية إحنا نأكلها السعوديين واجد. كبسة. أكلة شعبية. كبسة ولا جريش يخلص. كبسة. كبسة. لأني محبي الكبسة. شعذاء. صاع على شنار وعلى سيف. جريش يا الله. جريش يا مشاهدينا الكرام الإجابة جريش. اكتب جريش في سؤال اللي نزله حساب قناة الواقع الفضائية في برنامج الإكس في منصة الإكس تمام مع اسم المتسابق مع التاج. هذه 100 وفي 200 ثانية 100 يعني كلها 300. اكتب اسم المتسابق شنار أو محمد الودعاني او سيف الاكلبي او الزهراني عبد الله الزهراني. عبد الله الزهراني بتشمله النقاط المية بس نقاط الفوز ما هي بشاملته. معوض خير وسلامتكم تمام يا جمهورنا الغالي. الله يعطيكم العافيه. اللي معي في المطبخ توزع النقاط وانا اتفرج لكن العوض عند الله. ما عليه لا الامور طيبه انت وافي يا سيف. هذا الاسلوب الاستعطاف يا مثله. لا ما باستعطاف يقول لي يلا والله انا ما دوري عندك خلفيه عن الهليب هذا. طيب صل على رسول الله قول له لا اله الا الله. اليوم حطيته غصن الزيتون ولا لا يا شنر؟ يا سلام يا سلام يا سلام. غصن الزيتون حاضر معنا في كل طاقه يوميا الشباب يطبخون عليه. هذا صديق الفقره. نعم صديق صديق البرنامج. لا هو ولا هنا بهارات الغربي. نعم طيب لبيك لبيك خلص ابو سعد. اي ابو سعد عندي كلمتين على خشمي المايك لك ابغى اجي جنبك. اي والله تعال احتاجك لازم لازم اشيد لك في الامر هذا. سم ارحب. اولا انا اسف على دخولي في الفقره هذه واستسمح منك طال عمرك وانت مديح ما جاء منك الا كل علم طيب. طول عمرك انت يا مفلح وسعد القحطاني اقدر اشيد لكم في امر ما عليك زوج يعني اولا بسم الله وما شاء الله كل المقدمين بيض الله وجههم لكن انتوا اثنين سعد القحطاني اللي ما جاء هذا مقدم فقره خبايا جاني ما تسيك اول ما يجينا يدخل السرور الى قلوبنا وبلع القزوي عاش عاش يعطيك معلجوكم تم يجينا مفلح الله يعطينا بعض من الروح الرياضيه والديك. الله يبيض وجهك انت موافين وبيض الله وجهك هنايف وتقدم حماك وانت من صبيان يام شير بسعد اللي يقولون يفعلون الله يبيض وجهك على كل حال جعلك تسلم الله يبيض وجهك كلامك طيب وراسك طيب والله اني صادق الله يجعلك تسلم اسمح لي لبيه والاكله لا احد ياكلها الا وانا موجود. انا بروح للمسجد اقرا لي بعض من القران الله الكريم وما تيسر من القران الله يجزاك خير ويبيض وجهك واسال الله قبل نايف سباق اللطيف جاني قبل شوي للامانه خلف الكواليس والله العظيم ما يدري بذا الكلام قال ميدي يا مفلح خوينا تعبان وشنار ودي اساعده والنقاط والله ما بيها فيها مجال قلت الله يبيض وجهك والله ان كانك مساعد شنار لكن والله ما فيها مجال ابو ابراهيم يساعدنا في كل امر الله يبيض وجهك انا يجعلك تسلم لا انت لا انت يا حبيبي لا انت الغداء يا شباب علموني لا انت محمد تراك اول واحد بيقيم يا نايف انتظر انا في المسجد خلاص بس انت لا انت طيب كافي كافي يا جمهورنا الكريم لبيك محمد اللي بعده بالله بس دقيقه المخرج قرب شوف كيف يضع البهارات في الطبق اليوم شوف 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 قرب عند شنار هنا الله خله قرب بعد شويه تقدر تقرب الكاميرا اللي فوقنا الله ضعها 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 الله 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 اشكرك يا شيخ كوع اشكرك يا وش البهارات اللي حطيتها هذه البهارات السبعه من بهارات الغربي وش نوعها
بهارات السبعة. بهارات السبعة هذه خاصة باللحم. نعم. يا سلام بس بيض الله وجهك. وجهك طبعا. اليوم أكلة أو طبق شنار اللي هو مقلقل بالضغط. حط عليها بهارات الغربي اللي هو نوع بهارات السبعة. صحيح. تمام؟ طيب الشباب الثانيين خلنا نشوف ايش البهارات اللي حطوها مع الدجاج الصيني. تشان 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 تشان. ايش حطيت الدجاج؟ بنحط الدجاج كانتو كانتو. لا وش البهارات؟ كان كان البهارات. اضرب بالزيت تمام عطر الزيت. الزيت عنه لا. وينه؟ كبر راس سيف. يا سايو راس سيف اكبر منها كانها قصعة. وش بقى؟ يقطع صدر مرة بالثوم. يلا بسم الله. نظر مرة زنجبيل ومعجون طبق نص علبة. يا سلام. فلفل روم. يا سلام. بدك تعبيها ماشوي. هذا فلفل روم يا اخر شيء. يا تشوف تدي لك والله بالفيتامينات. لا غني بالبروتين. اني مساوي. طيب. عشان ما يحترق. ترى الضغط ادنى ما انجحه. اي بس خلاص مضبوط. طيب الملح لا تنسونه يا شباب، الملح لا تنسونه. طيب. وين الملح؟ احسنت احسنت. اسمع. حطينا البصل والثوم. وش رايكم نسحب اول 100 نقطه عشان تتحمسون الشباب؟ حط 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 حط. مو بزين؟ ما في دجاج، لو قال دجاج. طيب. الف مبروك لك يا من؟ طيب حط حط الحين خليها شوي تاخذ الهواء. حطها معها. 100 نقطه. 100 نقطه. كبير مره. تمام. سخرتها شوي. لا نصغرها شوي مربعات. هي ما هذه مربعة. 100 نقطة من وقف. 100 نقطة من الأخت سارة تقول أعطيها للنجم. أنا كاريزماوي أنا كاريزماوي. سيف الأكلبي 100 نقطة. يستاهل سيف. الله يعطيك العافية. وجه رسالتك أستاذ سيف للاخت. هذه كاميرتك طال عمرك اللي ورا قله محمد. لا شفتها يجيني. اي وجه رساله للاخت ساره اللي منحتك ال 100 نقطه. الله يبيض وجهك. تدري كم لي في البرنامج اليوم؟ كم 24؟ نعم. اول اول 100. والله اول حد يرسل. الله لي تستاهل. الله يبيض وجهك يا ساره. تستاهل. الله يبيض وجه ساره. تفكنا من اسكت اسكت بس. محمد خلاص خذاها الجماهير معي وانا مو معي جماهيري ما ادري ويش. خلصت خلصت باقي 200 نقطه. خلصت يا شباب. وباقي 1000 نقطه والخير واجد. والله رازق والله رازق. ناخذ 1000 نقطه وانت تعاين. قدم قدم رسالتك يا سيف. لبيك المن الاخت ساره. الله يبيض وجهك يا ساره. والله يكثر السارات ان شاء الله. الله يكثر النقاط. يا شوخه يا امي. لا تنسى خوي محمد شنار. بغيت تعطونه ولا بصركم؟ لا طيب. محمد محمد يا سلام يا سلام. طيب يا شباب ما في رز اليوم ولا ما غير مقلقل فيه؟ لا انت معك رز. رز ومضغوط باللحم. متاكد رز؟ شيك لي على الوصفه. البهارات زنجبيل. يلا بهارات زنجبيل. اي يا سلام رز. طيب مضبوط. طيب كافي يعني نفسك. بعدين طيب مشاهدينا الكرام عندنا بعض المحاور بسألها للشباب إذا ما عليهم أمر. لبيك الله يلبيك. بس خلاص يعني متسك. الله عليك. الدنيا الدنيا خفايف. الدعوة ما هي اللي فاضي منكم. لبيك رجاء الله يلبيك. طيب محمد مسيت بالخير. مشيت برضو بالعافية. طيب كيف يعرف محمد الأشخاص القريبين منه أنك تمر بموقف صعب خصوصا أنك شخص تكابر؟ اوه سؤال قوي جدا. كيف يعرفون؟ طيب خلنا نطلع برا. ابشر من غير مطرود. وين انا؟ واضح جدا. انا حط ملح حط ملح. عرفت اللي يقول حافظ حافظ مش فاهم. حط ملح شوي. تعال يا محمد. والملح عند الملح. ابشر تفضل يا شيخ. جاه جاه. حط ملح و شوف الفلفل الرومي. تفضل يا شيخ. طيب وش رايك نتكي هناك؟ تكي هناك بسم الله. عرفت اهلا بيقوم بالطبخ. لا عبد سيف انا على اسمع سيف مطلق يا ابو بطي قواك الله. تحدي الله عظيم جدا وقوي بالسيف الاكلبي والشنار الدوسريه. ويا ويلك يا شنار. لا انت بتجي مثلها بعد. لا ليه؟ لا تدقق في الامور ولا تبرك. بارك الله في البساطة والسهولة. نعم. الكلام الزين يجمع ما يفرق والكلام الشيء ما ودك تقول. هذا هو الكلام. أرحب. سلمة. مرحبا مرحبا. يلا حية. وأنا استاذ. طيب. ساعتها والله ساعتها. الله يسعد أيامك. طيب أستاذ محمد فهمت السؤال؟ أنا بكري دامك. لا لا خلها. لا عشان أرنها يعني دامك جالس هنا أرنها يعني كذا. تفضل. أحسن أرن عفوا يعني.
تفضل يا حبيبي. كل اذانه صاغيه يا ابو سعد. السؤال الله يحييك ابو مساعد. السؤال يقول لك كيف يعرف الاشخاص القريبين منك انك تمر بموقف صعب، خصوصا انك شخص تكابر؟ صحيح. نعم. طيب والله هذه مساله يعني في الحقيقه الامر الواقع في راسه في راسه مو بسهله. يعرف القريب مني دائما انا رجل احب الضحك واحب المزح ورجال فلاوي فيه بسط الاحمدي نعم وامتداد الرحابي والطموح الماجدي والفطره المالوفه على فطرتي. يا سلام. وممكن يعرفون بصمتي سكوتي، ممكن تبين على مشاعري ملامحك الملامح. واكثر شيء والدتي يجعل ربي يطول عمره من هذا المنبر وهذا المكان هي اللي دائما بعد دعاء والدي وابوي الله يطول عمره هم اكثر ناس قريبين لي يعرفون. الله الله مو من ناحيه الصقاي قلت لك من ناحيه المشاعر ذبول الابتسامه ما تكون ابتسامه دائمه هو ابتسامه مشرقه نعم من هذه الناحيه وهكذا نعم. ولا اقول كثرة التشكي والعتب يوجع الراس من جازر ابتزله ومن شان خله خل لا تشتكي الا لله عز وجل سبحانه. يا سلام يا سلام نعم. اشكرك يا ابو مساعد على الاجابه المقنعه. طيب استاذ محمد، هل مشاركتك الاولى بالبرامج الواقعيه تعتبر من مصاعب الحياه اللي محمد يتخطاها او بيتخطاها بيوم؟ لا اعتبرها مصاعب، انما هي سيفي واستفدت منها الشيء الكثير، وانظر اليها من زاويه لا تنظر اليها من زاويه محدده. استفدت الكثير، تعلمت منها خويه الرجيل واستفدت منهم وتعلمت منهم، وكسر حاجز شو اسمه الكاميرات وخلطت الناس. والله يا سلام الناس للناس من يوم الله احيا والكل بالله. يا سلام. طيب هل بسم الله الرحمن الرحيم، وش اكبر التحديات اللي واجهها محمد؟ اكبر التحديات اللي واجهها محمد؟ نعم والله بفضل الله عز وجل الامور ميسره، نحمد الله ونشكره على الأمن والأمان والاطمئنان. والله يديمها علينا وعليكم على جميع البلاد الإسلامية. آمين. ما بها يعني صعوبات إلا لا لا صعوبات في حياتك الشخصية بينك وبين الناس، ولا الحمد لله الله يديم الأمن والحمد لله في نعمة أمن وأمان اللهم لك الحمد. صعوبة شخصية طال عمرك أقول مثل ما قال الشاعر أنا اللي ضاقت علي تفرجت ويفرج للي ما تعدد فضائله، أنا غير رزقي يا ملا ما يجيني ورزقي يجي لو كل حي يحايله، يرزقني رزاق الحياة يبجحرها لا خايلة برق ولا هي بحايلة. الله. خلصت الجامعة وشاب طموح أسعى لاكتساب الخبرات لبلوغ قمم النجاح والتميز. ما شاء الله. وكنت مقدم على تخصصك يا محمد؟ تخصصي اللغة العربية لغة القرآن. أنت تخرجت؟ تخرجت يمكن قبل سنة أو سنتين. قبل سنتين لاني قدمت على كليه الامنيه مده سنتين سبحان الله انقبل، لكن اذا جاء القبول النهائي ما تخير خيره ما اختارها خير والحمد لله وما يبردها على قلبي الا قصيده ابن جدلان جعله في الجنه. امين. لنقفل باب من الرزق حراسه وقف فتحت بيبان الارزاق من كل اتجاه لا جفان القل واللي روابعهم ضعوف جعل ربي ما يرينا غضبه ولا جفاه. الله الله يا الله سلام يا سلام. هذا اتوقع انه من الصعوبات اللي واجهتها. طيب ابو مساعد ما شاء الله تبارك الرحمن تقرا انت من اول؟ نعم اقرا واحب القراءه واحب الاطلاع. من متى؟ منذ القدم. يعني من سنك كم؟ من صغير. اول امي الله يطول عمرك تحب القراءه، وابوي كذلك طال عمرك مربي اجيال ومدرس ما شاء الله تبارك ويحث على القراءه، امي كذلك شاعره ما شاء الله الله يطول عمرها. ومنذ القدم احب القراءه يا سلام. واتخصص يعني في التاريخ وفي الشعر الادبي، واخر كتاب قراته الان هو للزوزني لشرح المعلقات. السلام. الله الله يا سلام ما شاء الله. يعني من زمان وانت تقرا الكتب؟ نعم قراءه. الله عز وجل اول ما انزل القران قال اقرا، هنا لغة الضاد، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ. هذا يحث الرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا وسيدنا وإمامنا. صحيح. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب محمد المثقف الراوي، هل تخدمه موهبته في التأقلم على مصاعب الحياة؟ ما أدري ايش في المحاور ذي كلها مصاعب الحياة. نعم وياكم شو المصاعب. نعم نعم تخدمني جدا جدا بما تعنيه الكلمة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسأل الصحابي الجليل الشاعر حسان بن ثابت قال ما بقي من لسانك؟ قال لو وضعته على حجر لفلقه، لو وضعته على شعر لحلقه. فباللسان وبالثقافه وبالبصاحه يتوسل الانسان ويبلغ حاجاته ومرامه، يحقق امنياته ورغباته ويجتنب المآزق والعوائق بلسانه. صح. رفع الله درجه اللسان فانطق بين الجوارح. يا اخي بلسانك تحوز بشيء ما تحوزه حتى بسنانك.
يا سلام صح يا سلام. اشكرك اشكرك بيض الله وجهك يا ابو مساعد. طول عمرك يا رب. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب ابو مساعد هذا خلصت المحاور بس بس اسلم من عندي عادي. تفضل يا شيخ. جعلك تسلم زاد فضلك. لو خيرك الاستاذ ناصر الغامدي رئيس مجلس الاداره في فقره وقال اختار لك فقره تناسبك يا محمد، وش الفقره اللي بتناسبك؟ الفقره اللي بتناسبني الفقرات كثيره، لكني انا افضل الفقرات طال عمرك اللي يكون فيها مقابل رجيل، فقرات شعريه، فقرات روائيه، فقرات استقبال مثل فقره اخوي عبد الله بن دفنه مسي عليه بالخير من هذا المكان الجميل. استاهل ابو مبارك مسي عليه بالخير. الله يحفظنا وياه ويسعده. أظن هذه مناسبة لي. يا سلام. وغيرها بنجيد يعني تقديم هذه، لكن طيب أرنها المناسبة. هي 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 هل لك علاقات مع الشعراء كبار الشعراء؟ لي علاقات لكن لي علاقات. لبيه. سم. كم باقي الوقت يا مخرج؟ لا تسألوا عن شيء وبدلكم يسألكم اشتغل بس. طيب. باقي 20 دقيقة. كافية كافية. يمديكم. 20 دقيقة ولا أنتم. شوف الطبقين جاهزة، النظافة ولعليكم أمر وشكل الطبق. نعم. والوقت أهم شيء، الوقت ترى الأولوية، الأولوية للشخص اللي ينتهي في التايمر في الوقت. طيب أبو مساعد تفضل حبيبي. الله يزيد فضلك. قلنا نرجع لمحورنا. نعم. أنت الحديث معك ذو شجون. يا سلام عليك. طيب تعود للعلاقات مع الشعراء والإعلاميين على مستوى الخليج. نعم عندي علاقات، ومع ذلك منطور علاقات كذلك بمساعدة على حسب الطاقم وعلى حسب المكان اللي الإعداد اللي معك. يا سلام. نعم. يا سلام. طيب فقرة ثانية غيرها؟ والله يا طول العمر فقرات كثيرة ولكل حادث حديث. لا حنا ما لا لا لا, لا تحجر واسع. بس قل لي إله الله. لا إله إلا الله. محمد أنا في بالي فقرة ودي محمد يقولها قبل أقولها أنا، عشان كذا أنا أقول لك وش الفقرة الثانية اللي تناسب محمد. احنا نسولف ذا الحين ترى. لا الفقرات كثيرة يعني أنا أكون معك صادق. كل وقت طيب أنا وش رايك في الأسئلة والأجوبة؟ مثلا مقدم ومتسابق وعنده عدة أسئلة ويسأله. لا لا هذه تناسبك؟ نعم مقدم ممتاز. قصدك محاور؟ أي تحدث جيد ومحاور ومتميز في طرح المواضيع وسردها بشكل جميل وشيق. ما شاء الله تبارك. نعم. الله. طيب محمد لو سلموك برايم البرنامج الجاي قال عندك يا محمد ابن مساعد البرايم. بتقدمه؟ قدم ابو جده يا شيخ. طيب والله خلي الرجل ترقل. ولو ولو وله اهل العبيلي عندك قال لك ما بيطلع. بقول له حبيبي بطبطب عليه وقول ما في مشكله وتحمل وانت جبل وتستطيع وهذا واضرب الباب اضرب الجندل اضرب الرقه هذا برنامج. يا سلام. وانا ارى ان شاء الله مو ان اهل العبيلي ما تصل الدرجه هذه. لا يكون شارك برنامج لا لا يكون الشباب حزن على اخوياه فرقه. نعم بس ما توصل لدرجة انه ينهار. ابكر. لا ما اعطيه منديل كم اعطى شربة مي. اي خله يروح وراه واعطى شنطته. الله طيب يا اخي يا محمد والله ما ودي اخلص الاسئلة معك انك ما شاء الله تبارك الرحمن عليك. طيب محمد احنا كان عندنا محور اللي هو 4000 نقطة وتكلمنا عنها وانتهينا وخلصنا. ولكن وش بيقدم لنا محمد الفترة القادمة؟ موعودين بإذن الله بأشياء جميلة ومفاجآت عظيمة للجمهور. للجمهور وللمقدمين ولنفسي للجمهور والمتسابقين والمعدين ولنفسي كذلك. مفاجأة من محمد بن مساعد. نعم. قريبا إن شاء الله. قريبا بإذن الله ما تنام عينه. ما شاء الله تبارك. خلال الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله عز وجل. تدعونا بالتوفيق. عسى الله يوفقك يا محمد الحظ الطيب ويسر لك الخير. آمين. آمين. والجمهور ما يصعب عليه شيء، وهو دائما يوقف وهو الداعم الأول والأخير. نعم. طيب كلمة يا أبو مساعد توجهها لكل من دعم محمد بن مساعد في السوشيال ميديا سواء ماديا أو معنويا من جمهور ولا من ربع. يا سلام. أما من ناحية جمهور أو من ربع فأقول لا توفيكم العبارات ولا ترفعكم الكلمات، والله أن الأقلام تجف من مدحهم وأشكرهم من أعماق القلب ومن صميمه. يشهد الله علي شكرا بحجم السماء قد قلتها وعيدها وكرها. متابعيني ذوق واسلوبهم ذوق. يلا طلبتك خير لمتابعيني. من لا يشكر الله لا يشكر الناس. الله يعطيهم العافيه وشكرا وبيض الله وجههم على كل ما يقدمون لهم مني الدعوه الطيبه والمشاعر الطيبه. اي والله ما ادري وش. يا سلام كفوة. يا سلام يا سلام يا ابو مساعد يا سلام بيض الله وجهك وجمال الله. واختمها بشطر قصيده اقول اللي يحب الطيب
ويقدم الطيب لابد ما يجني محاصيل طيبه، الطيب راعي ما يضيع ابدا. يا سلام والله يجمنا وياكم. نعم، وفي كذلك بعد قصيده اللي يقول لا تندم، اي لا تندم على المعروف يا راعي المعروف. كلام ليضع عند الناس ما ضاع عند الله. نعم. اكثر ما يضيق خاطري نشده الملقوف، ليا شافيني من ظروف الزمن خله. كلام عساني ليا زليت ما زل عنده ضعوف وتكرم، عسى زلتي قدام من يدمح الزله. كلام يا سلام عليك يا سلام. ابو مساعد اشهد بالله انك من الناس النجوم الابطال اللي بيضعون بصمه في برنامج كاريزما وفي البرامج الواقعيه. بيد اللي ما تنام عليه. واعتبرني انا مفله واحده من جمهورك. شكرا على هذه الاشاده الطيبه ويطول عمرك وانها مثل العقال على الراس. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. تشرفنا. الله يسعدك يا رب. يطول عمرك. الباب عندك وعندك والقدر طاح. أيه؟ عندك الباب وعندك المطبخ، اي واحد. لا والله بروح المطبخ، طال عمرك عند رفيجي وداخل ناموس ان شاء الله. الله يزل لك القلب. يا مرحبا. لا انت لا انت الله يعافيك. الله يعافيك. طيب شنهار ما نقدر ناخذه لكن بنجي. يلا وش العلم؟ كل خير ان شاء الله. انا كاريزماوي انا كاريزماوي. يا مرحبا يا ابو بطي. يلا حيه. شلونك؟ الله يحييك. شوف الدور عندك طاحت والشحون طاحت، ايش تمر بازمه؟ لا تفطن ذوي الشارع لانها كيف سقف تشهول. لا ما هي مشكله. نعم هذا يحصل يا شيخ. طيب اشكر اشكرك ابي عمر. كيف سمي ابوي؟ وش تقول؟ بقدونس. يا شباب البقدونس اعطونا اياه له انتو. قال في الرومي وين؟ حياك حلان ايش صار معك؟ الامور طيبه؟ اذا سمعت الصوت ذا ادري ان الطبخه طيبه. زين نفسي عاف. حطيت البقدونس فقط كماليات يعطي نعم. جماليات نبيه. جماليات احسنت. نعم انت يعني نحط له ليمون نحط في الرومي عندك. نعم نعم عنده عند رجع. لا اخصم على محمد 4000 ثانية. لا 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 والله انا اخ 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 ضبوط في الاذن ضبوط في. طيب ها وصل معك شباب الامور طيبة. في الرومي حبي. طيب وين حطيته؟ وصل معك الامور زينة؟ ها؟ أربع قطع متساوية الأضلاع. يا سلام. نعم. طيب. طيب. كم باقي على التايمر يا إخوان؟ ورق الغار لا تنسونه، ترى هناك العيشة. باقي ربع ساعة، ساعة. خلهم يسولفون، خلهم لا تذكرهم. سلفون خلهم سلفون انت الشباب تذكرهم بالوقت خلهم عشان. طيب نذكر بمشاهدينا الكرام بالوقف الايتام والفقراء في البلد الحرام. بيض الله وجيكم على كل من تبرع وكل من نشر وكل من سم. الربع تراهم سفره وقف. نزل سكين. الربع تراهم سفره وقف. ها الربع تراهم سفره وقف. سيف ومحمد. نعم. بيض الله وجيهم. طيب الكينو سيف ومحمد. الله يلبيك يا ابو بطي يرفع قدرك. بالله يقرب هنا تتوندو هنا توندو هنا. جيف مي توندو كوكلي بليز. ايوه بالله شوف بالله يا محمود شوف كيف قلبك يذوب مع هذا الغليان الجميل. الله هذه وش الطبخة عندكم أنتم؟ وش اسمها قرها؟ كينو كانتون. كانتون دجاج. كانتون دجاج صيني. هم ضبطوا بس مو بصيني خلوهم أدري وشو. إيه خلها. الهندي شو اسمه الهندي؟ كاريزمي كاريزمي. كاريزمي. لا لا كاريزمي. مرقي مرقي. مرقي كاريزمي. يا أخي هذا الولد عجيب. طيب أعطونا كلمة عن الوقف يا إخوان بما أنكم سفراء الوقف. أنتم سفراء الوقف فعلا؟ تفضل مكبور يا أخوي. أنت سفير الوقف؟ نعم. حياك الله يا مرحبا. إيش جابك معي اليوم؟ ليش السيناريو؟ أروح جنود المجندة. طيب طيب تكلموا عن نبغى سفراء الوقف. نبغى كلمة منكم. بس الصدفة قبل أمس سفراء الوقف. صدفة خير من ألف ميعاد. وشكم؟ كانتون كانتو بورتي. لا شو بدا دامها وقفت على انا اللي طرحته. انا دامها وقفت على ذا البياله. زين ادع البركه. اي طيب نبغى كلمتكم طال عماركم لوقف الايتام. تفضل استاذ محمد. اما الايتام قال الرسول عليه الصلاه والسلام احث نفسي واحث اخواني ما نقص مال من صدقه بل تجده
والصدقة تقي مصارع السوء، والصدقة كذلك يعني تطفئ غضب الرب. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين، أول شيء سعة في رزقك وبركة في مالك وحلالك والعيالك، وخير الكلام من قل ودل، وإذا حدثتم فعوا وإذا وحدثتم فأوجزوا. نعم شكرا، جزاك الله خير يا أبو مساعد، بيض الله وجهك والله يجعله في ميزان حسناتك اليوم. أنا ما جاني أسئلة يا أبو مساعد. طيب. كل شيء مجهز لك يا أبو بطي. قلبك أنا طيب جاهز. أبو بطي أبيك يستلم الطارة عنك أبو مساعد. لا هو مجزي هو، بس ننتظر الماء أن يجف قليلا. لا لا سوف تذهب معي بإذن الله. أبو بطي اعتبر موضوعك منتهي. أبيض الله وجهك. إذا نشف شوية أنا بجي في الجلسة القريبة هنا يا أخوان. من الصويا بيض الله وجهك. أبوي يسرع، أطلب من المخرج يضع الكاميرا هنا. بالله أضع الكاميرا على طبخة شنار، على طبق شنار يا مخرجنا الغالي. لا لا أبو بطي الله حيه. الله يبقيك. مرحبا ومسهلا. سير يسعدوني فيك، كل ضيف تعطيه لوكيشن خاص لازم عشان يكون في تصوير خاص، يكون في شغل مرتب. يلا حيه. الله يبقيك. يا كثر الأسئلة عندك يا سيف. ربك صاد. نعم. دقيقة رتب الله. أيوه مظبوط. سم يا أبوي. جاك. جاك جاك. عطوا شرار، عطوا شرار. قرب قرب ال جاك. بخار راح. خلاص الشيء من أول مرة ما يطلع مرتين. يلا طيب سيف الأكلبي، هل سيف الأكلبي من الشخصيات اللي سرعان ما ينكسر أمام مصاعب الحياة؟ لا والله دليني أنا جنبك الحين والأمور ما شاء الله مالك الحين، لو أني منكسر ما لقيتني هنا. يا سلام في ذا البرنامج. نعم يا سلام يا سلام. طيب ليش أي مكان ليش تنكسر من البرنامج؟ هذه هذا 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 هذه منصة إعلامية قوية، بالعكس المفروض تستانس. لا لا قول لي الله، أنا أقول لو إني منكسر من أمور الحياة ما لقيتني في البرنامج. يا سلام يا سلام، أشكرك أشكرك يا أبو بطي، بيض الله وجهك. وجه. طيب أبو بطي سبق ولعبت أو تدربت بأحد الأندية السعودية، هل هذا صحيح؟ الكلام ده يمكن قبل 18 او 19 سنة. يا سلام. في أولمبي الهلال. ايه كورة. ايه انا وشخصين معي، فخذينا فترة وبعدها الحمد لله على كل حال. وش كان موقعك في ال... لا انا مهاجم هجومي في الحياة وفي الكورة في كل شيء هجومي. هجومي. نعم. تحب المهاجمة وكذا. احب هاجم لكن بحذر. بحذر. اشكرك يا سلام يا سلام. طيب الصعوبات اللي واجهتها بعالم كرة القدم يا أستاذ سيف. الصعوبات طال عمرك عندي رباط في الركبة اليسار ورباط في الركبة اليمين بس، يعني من غير الأشياء اللي لم أصنعها. وش الحمد لله على كل حال. وش السبب، حادث ولا إيش؟ لا لا كرة. كرة. كلها كرة. فهذه الصعوبات اللي تعيق أي أحد. فأول إصابة جتني كنت في أولمبي نادي الهلال يمكن قبل 19 سنة 18 سنة، وقتها كان نظام الأندية بشكل عام. إصابة جتك خارج الملعب أو خارج النادي أنت تتحملها. يا سلام. فأنا جتني الإصابة قال إصابتك برا النادي تتحملها، فكان وقتها لاني موظف ولا شيء، راحت علي فرصة عمر، لكن نقول إنها خيرة بإذن الله. الحمد لله الحمد لله. لله الخيرة فيما اختارها الله عز وجل، ما تدري وين الخيرة فيه. أكيد. طيب أستاذ سيف، خذلت من أحد أصحابك لكن ما حد عنده علم وش حصل وليش صار كذا، لذلك احنا هنا نسألك اذا فيه مجال وش اللي حصل لك بالضبط؟ استرسل يا بطل. هو ما هو خذلان، هي امور تصير في الحياة بينك وبين اي احد. طيب تقدر تذكرنا موقف؟ اي موضوع اعتبره انه دارج عند العالم كلهم، انا اعطيته مبلغ ما بسيط والله، وبعدها الرجال سحب سحبة محترم. فحاولت اتواصل حاولت اتواصل، تواصلوا مع ناس طيب طيب، والآن السالفة تقريبا لها ست سنوات. ست سنوات؟ اي والله. طيب هل هو مقتدر؟ وقت الموضوع كان حاليا ما ادري ما اقدر افيدك هل هو مقتدر او لا، لكن انا بالنسبه لي في امور الحياه كلها. ايه تجيك ظروف تجيني ظروف تجي اي احد، لو هو اعتذر
او اعطاني وجه على قولتهم، الامور تمشي، الظروف عليه بكره علي بكره على فلان. تدري وش المشكله؟ لكن المشكله انه اعطاني ظهره، هذه مش انت تدري شو المشكله بعد سؤال. غير انه يعطيك ظهره، اذا تجملت فيه هذا مو بجميل انك تجملت فيه صح هذا. او انك فعلتها علم طيب او اجر، المشكله انك اذا سلفتها وفزعت معه كان 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 لا قبلته مره ثانيه، كان هو متفضل عليك بشيء. هذه انا لاحظتها هذه مشكله. ولا اقطع كلامك، هذه عاده يعني دارجه عندنا في الاوان الاخيره بشكل ما تتصور. العرب من اول طال عمرك كلام، من جاء احد في البيت هو راعي الفضل انه يسير عليه. نعم. والان بعد خصوصا في ذا الوقت هم يتغيرون، لكن الشيء ثابت صدقت. هم الحين صار اللي انت تطلبه دراهم، انا احيانا امر علي ديون وكذا، والله مثل والله اني لا جاء الشخص اللي يطلبني مبلغ، ولا اقسم بالله اني اتمنى اني ما قابلته من السحر. الحين لا، صار مثل ما قلت انت، يقابلك وعتبان عليك وشر. لا ترى انا اللي يطلب ما بين. اي نعم. فانقلبت لايه، انقلبت لايه. يعني شلون اذا سلفناك زعلت علينا وكانك متفضل علينا وما سلفناك، واذا تجملنا فيك زعلت علينا وكان احنا ما سوينا شيء، وش عاد نسوي بك؟ والواحد ما وده انه يتردى. اي والله، لانه لان نعامل الشخص بحسن تربيتنا وبحسن معدلنا. لكن طيب. انا بالنسبه لي على قولتهم ما هي بالامور هذه كماليه في الحياه، صح ان المبلغ مو بسيط، لكن دام الراس تقدر تذكره ولا تحفظ فيه؟ تقريبا قريب من 100,000 يا رجال. وعلى فكره هذا المبلغ مو بسيط، ما هو مبلغ اللي لا فزعه، محتاج سمع. ولحد الان ما للحين ما جابه ولا تواصل. شفت انا قلتها وارجع عيدها، لو انه تواصل وتعذر، لكن المشكله يرد على ناس وانا ما يرد علي، فانا ما ادري هل انا جيته في البيت يا سيف سويت طرق كثيره. انا بعلم، انا رجال حضرني. شوف تخيل انه حضرني، يعني انا معطيك تحضرني، فقلت لا هذه مصيبه دي. صعب اني اجيه البيت بعد دام حضرني بالجوال بيطردني من عند البيت. فقلت خله لين ييسرها الله. تدري يا سيف هذول من اخطر انواع البشر، والله انهم من اخطر انواع البشر صراحه. بس المشكله تدري وش فيها ابو سعد؟ انه ما هو على طول الرجال مثلا، لا 10 سنين ما هي بسيطه. يعني انها ما يلزم، انها ما تبان ذا العشره، بعضها بعض الخوه ما تبان الا على المور دي ترى على فكره. لكن عسى الله يعوضك خير يا ابو بطي، وهذا علم طيب، عسى الله يوفقك الحظ الطيب. طيب سؤال اخير، فتحت مشروع يا سيف وخسرت الكثير لأجله، لكن ما حالفك الحظ فيه، وللأسف الخسارة دائما موجعة. وش سالفة هالمشروع؟ وش أسباب الخسارة؟ اللي يسألون دولة منهم ودي أعرفهم والله. دائما شوف هذولي أنا لقبتهم، هذولي ناس مو بعايشين هنا، عايشين في كوكب آخر. يرسلون علينا عن طريق القمر توصيل. تمام، عن طريق القمر الصناعي يرسلون هنا عند مشبب علي يعطينا الصادر، وناخذ الوارد ونشوف الأسئلة، محمد عيسى يكتبها، عبد الرحمن السالم يعدها لنا، ومحمود يطلعها أمام الملايين البشر. بس هذا طال عمرك قبل 7 أو 6 سنوات. أنا أدري إن اللي سويتها غلط، لكن اجتهاد شخصي وهجتي. نعم. سويت دراسة جدوى في الرياض وسويت المشروع في بيش. أدري شيء يلحس المخ، لكن غلط. دراسة جدوى في الرياض لا طبيعي عادي. حلو تحت بيش ليه؟ لأن هناك ما كانت المحلات على فكره، كان المشروع في نفس بيشه ولا في قريه قبل بيشه؟ في نفس بيشه. نعم. يا سلام. فكان طال عمرك نصف المحل جهه من المحل اسر منتجه، وعلى فكره الكلام ده قبل 7 سنين، يعني ما كان فيه الا هنا محل او محلين في الجنوب تقريبا كله، ما كان فيه احد. كانت فكره غير مسبوقه عارف، ونصف المحل كان حلويات مستورده، شوكولاته. يا سلام يا سلام. مشت الامور تمام، وقدر علي الحظ زين دائما الحمد لله. بعد 3 شهور او حوالها فتح، بغيت اقول اسم المحل، لا بس هو في سنابل ما راح اقول باقي. المهم فتح في اول الشارع معروف يا ولد، الوضع ماشي. بعدين تراكمت الديون الحمد لله، طلعت من المحل علي 600,000. اللهم لك الحمد. عليك 600,000؟ اي والله. ليش هجل؟ كم فتحه؟ هي فتحتين، وكان الايجار 5 يعني 10 في الشهر، من غير رواتب العمال من غير الكهرب. كان المدخول في البدايه يغطي. بس طيب هل رديت راس مالك في وقتها؟ في البدايه لا، على فكره فاتح المحل زي ما تقول نص راس المال من عندي ونص دين.
بالآجل على مقولتهم. جاني نصيحة، واللي ما ياخذ نصيحة أبوه دائم تجي في وجهه. أبوي قال يا أبوك ترى ما هو بغلط أنك توقف الآن وتراجع. أنا استمريت تقريبا حول سنتين أو سنة سنتين إلا إلين خلاص إلين فعلا جاء تدخل من الوالد ومن إخواني فطلعت من الموضوع. تقريبا الآن خلاص خلصت ديوني اللهم لك الحمد. الحمد لله. سيف موظف تجربة مهم مرة اللي بعده. بس أنا عندي قاعدة في الحياة، شيء في بالك ولا هو عيب ولا حرام سوه. يا سلام. حتى لو كان، لأن أقصى الخسائر بتكون مادية ما راح يكون أكثر. يا سلام. نعم صحيح. طيب سيف لا إله الله يلبيك ويرفع قدرك ويعز شانك، بس هذه ما شاء الله تعلمت من الحياة خصوصا جداً. من الخسارة هذه جدا عطتك قوة، قوة وعطتني شجاعة، عطتك خبرة، خبرة عطتني درس كبير. وأهم الدروس اللي جاتني أني ما هو بأي فكرة تجي بالك تطبقها على طول، لا لا لا، يعني ممكن تكون متحمس في البدايات بعدين تطلع لا نكبة عمرك. فلا فكر، خلي الشهر الأول يروح، الشهر الثاني ممكن تكون كيف أقول لك لحظة حماس أو لحظة تهور. عط نفسك فترة لين تشوف فعلا، يعني مثلا أنت فكرت في شيء تسويه اليوم بعد 3 شهور راجع نفسك هل هو باقي نفس الفكرة نفس الحماس ولا. يا سلام. طيب سيف الآن عندك مشروع أو تفكر في مشروع؟ للأمانة لا، أنا حاليا أبني جهد الربع اللي أنت خابت ما يحتاج عليك بيت. تسلم والله لمقر مهم مر يا شيخ. الله يرضى عليك ومرحبا. الله أني صادق سمعت أنت وربعك و70 الله يرضى عليك بيض الله وجيكم على كل حال. فباقي تقريبا وقفنا على نهاية الأمور، فأنا حاليا موقف أي مشروع موقف أي شيء لأن أخلص بيت العمر إذا الله يسر. لكن على الـ طبعا سيف يا جماعة ولا قطع كلامك اللي في الشحن يا أبو بطي، سيف من عائلة وفية ومن أسرة كريمة، نعرف ربعه ونعرف إخوانه، قلطن عليهم ويجونا ونسير عليهم والله نعم الحمولة. عليك زود. الله يبيض وجيههم على كل حال. ولا جيتهم ما تمل من ذاك الربع. نفرح بالطيب. والله يطول في عمرك من طيب والله راسك أبو بطي الله يرفع قدرك. فطراها يوم تقول أنت مشاريع، أنا مشروع تجاري أشوف الفترة القادمة أني ما راح يكون في شيء إلا إذا الله يسر. لكن كمشروع أنا دخلت البرنامج وحاط في بالي هدف، أول هدف يكون بإذن الله أول ما طلع هنا راح يكون بإذن الله لي شغل الخاص اللي هو بما لي في التقديم اللي يكون بودكاست خاص فيني. يا سلام. سمعت. فبإذن الله الله يرضى عليك وما بالعيال مشغولين خلني أصفق معك. بيض الله وجهك بيض الله وجهك راين طيب. أي نعم أغلب ما هو أغلب كل العيال اللي دخلوا هنا عنده هدف بعد البرنامج. صحيح. يعني إذا ما كان عندك هدف بعد البرنامج فأنت زي ما تقول خطة غير واضحة، سواء طلعت البرايم الجاي اللي بعده بعد 90 يوم لابد إنك أنت راسم لك على الأقل على الأقل أول سنة بعد البرنامج أنت وش بتسوي فيها. ما شاء الله تبارك الرحمن. ترى سيف ترى يحضر للشهادة توقع من قبل برنامج في خاطره البودكاست. نعم في خاطره البودكاست من قبل برنامج، فعسى الله يوفقك يا أبو بطي. وفي البرنامج بإذن الله راح يكون فيه حلقة أو حلقتين بودكاست مع ناس مع الشباب الجمهور ينتظرهم وأسئلة، وخليني أقول لك أسئلة يمكن حتى أقرباء الشخص نفسه ما يعرفون ما يعرفونها. بيض الله وجهك هذا اللي نبحث عنه. أبشر بس الله يبيض وجهك أنت السعد أبو بطي وفي انتظار هالبودكاست. وتراني أنا أول رجال بيزعجك فيها. شرف لي. الله يطول في عمرك أبو بطي. بيض الله وجهك يا حبيبي. ما قصرت. كم باقي التايمر يا مخرج؟ فرصك جاء يا مخرج. شنار نار المراجل من لقنا الوجه وجه الله الله بس الرزق النبي ما والله شوف مو كتك بس معه يعني لا لا الله قلق الحال الله سلم شكرت اشكر ترى اجتهاد شخصي من قلقه خاصي مني اجتهاد شخصي. بيض الله وجهك لحالك. بيض الله وجهك يا شنار. الله شوف شوف يا سلام على كان شغل بالله يقرب لي على التانكون. لا قرب قرب وقرب واستمتع. كانتون 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 الجميل. الله ماي جاش او ماي جاش بالله نزل 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 هذه خلنا نعطيهم حركه الكانتون. نزلها يلا هنا هنا نزلها نزل
كيف هي كذا؟ مع كانت لحظة. لحظة قرب هنا يا مخرج. قرب يا مخرج. ارفع رجل رجل واحدة. رجل واحدة؟ أو رجل دقيقة دقيقة لا لا كامل هنا نطلع كذا هنا عشان يصير الكادر طالع كامل. هذه الشباب يقولون عندنا طبخة اليوم اللي شو اسمها؟ الكانتون. كانتون دجاج صيني. تعال هنا واحد يمين واحد يسار يا شباب. طيب. هذه ما يسوونها الا بشرط انهم يسوون الحركه وتعاون مع المقدم. كيف يسويها اول شيء؟ ايوه يلا كذا بنعيد. خلنا نعيد يلا بنعيد بنعيد يلا واحد يلا يلا يا مخرج قرب شوي بس قرب شوي يا حبيبي يلا واحد اثنين ثلاث كانتون كانتون الله عليه قصه سيفين لا لا خلاص خلاص عودنا فيها هم ترى يضربون كذا كذا سريع اعطيناه بالعرق قاعد ترفش انا رنا طيب كذا كويس يلا بسم الله الله على السلطه هذه يا شنار اشكرك والله اشكرك اشكرك طيب 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 كم باقي دقيقه يا اخوان 50 ثانية أتوقع أنكم خسرتوا الوقت كلكم عشان كذا خذوا راحتكم جاهز ها؟ جاهز 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 يا رجال تعالوا من إبليس والله جاهز يلا أعطنا دقيقتين طلبة ما لا طلبتك على الرأس بس ما نقدر خسرتوا ذا وترى بتسوون أنتم شنر خلصنا الطبق يلا بس أغرفوا خلصتوا أغرفوا خلصنا خلاص كلكم خسرتوا الوقت يعني لا لا تغرف يا كيفك تغرف غرف طيب الطبق الأول ها يا عبد الرحمن الطبق الأول اللي هو سيف ومحمد خلص في الوقت نعم نعم طيب شنار طيب شنار خسر الوقت ولا إيش مبلغ طيب من خسر الوقت منهم؟ ما حد خسر جاء. يا سلام لا لا خلاص شوف شوف مبلغ الأمور كلها طيبة خلي عيد أول ما حطي كاميرا الحين يحطها ليش؟ وريه خلي يحطي كاميرا خلي يجيب لي زاوية بالله يا مخرج قرب لي على الجميل شنار الله حط 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 هنا حط شوف 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 كيف شوف كيف شوف كيف شوف كيف الا 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 اللولبة تقلب الليمون الأسود يا سلام شكرا على اللولبة الجميلة أشكرك أشكرك بيض الله وجهك طيب لا 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 ما تقوله ما تكفر معني ما عليك يا رجال عسل هذا حار 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 أحلى شيء لا 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 ترى هذا مو متقبل هذا هذا الفن أنت ما تحب الفلفل الله يسامحك يا معود ما تحب الفلفل حط الفلفل شوي أبشر حط الفلفل شوي أسود ولا ما تبي طيب شباب وين مكان الملاعق الله يسعدكم جونيا او جونيان لا وش اسمه جيان طيب. جيان جيان على عيني وراسي يا اخت جيان متشكرين يا جيان على الطبق الجميل والعظيم جدا طيب. ادوك كسر اللي يبونه اللي يبونه سوي بس انا ولا خلصت طيب. بس بالله يقرب لي هنا يا مخرج تعال هنا انت شنار الدوسري يا مرحبا الله يشهد الله يبقيك من الاسماء الجميله اللي فرضت نفسها وبالتوفيق يا شنار لك الحظ الطيب يا رب العالمين الله يطول في عمرك من اللي حفزك تشارك بالبرنامج يا شنار أنا ها أنت بنفسك نعم. ربعك إخوانك شخص داعم النفسي والمعنوي إذا ما كان هو الشخص الأول لنفسه ما حد يدعمك إلا مجابل يا سلام نعم هذا هو الكلام بيض الله وجهك الا اذا شخص يحبك يغلق. لا اكيد اكيد بس لازم انت لازم انك تحفز لازم الشعله اللي داخلك نعم اشكرك يا سلام في كل حاجه في دراسه فعلا في برامج فعلا, فعلا نعم. هذا هو طيب وش اصعب تجربه مر فيها شنار في حياته مضغوط مضغوط اللحم الله طيب هو سمع على الطبق ضغط لحم الضغط وجاب لنا الضغط طيب من الشخص اللي يوقف معك باصعب المواقف يا شنار والله لا سامي واجد يا ملح لا سامي واجد
وبتحتاجين لو الكروسي ولا الخميس. لا سامح. طيب يا طويل العمر، من اللي تعطيه كل سرارك بعد الاسامي واجد؟ ابوي. ابوك؟ الله الله يحفظه. آمين. الله يحفظه يخليه لك. ما في غير ابوك احد؟ الا بس عادني بدرجات، بس ابوي يا سلام. يا سلام. الله يجزك بره. وياك. طيب من الشخص اللي ترجع له بكل الامور؟ ابوي. ابوك. نعم. والدك. الله الله. هو اللي فاهمك. نعم احنا بيننا بروتوكول انا وابوي. اي صداقه. تعدى ما شاء الله والدك. تبارك الرحمن ما شاء الله. الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب شنار، احنا نطلب من صوتك الشجي الطيب انك تغرد لنا بيتين مع بعد ما يرفع المهندس احمد الصدى الجميل. ابشر. تفضل يا استاذ مهندس احمد. يا جميل اهقام يا طول حال طاوي عزتي للي سواتي عزتي له زادت الحمى وروحنا للمداوي والمداوي زود لو تمرين الشيوخ أهل الفتاوي عودوا مثلي يجرون الطويلة يا جميلة يا جميلة يا جميلة قام يا طول حال طاوي. سلام. الله يطول عمرك. بيض الله وجهك يا شنار. بيض الله وجهك ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب شنار لبيك. دش الله يلبيك. دشنت عمل في البرنامج؟ لا يعني الان و... طيب متى بتدش ان شاء الله؟ نناشد اصحاب ذوي الشان والناس المختصه ناصر الغامدي هذا هو يسمعك لانه الشخص الوحيد الداعم لفقره مذاق. بالله يعطوه تحيه ناصر الغامدي. ناصر الغامدي تحيه لانه الشخص الداعم بعد الله عز وجل في فقره مذاق وهو يتابع يقول اتابعها اول باول لذلك هو يسمعك الان انك تعطي انه بيلبي باذن الله طلبك. ابو عبد الله ما يواخذ ما يواخذ والضغط اللي حاصل اليومين ذي وبدايه البرنامج الفتره القادمه انهم تمني خير الفتره فاتمنى انهم ينظر الموضوع ينظر وضعنا ينظر لوضعه. ارفع خطاب المشبب علي باذن الله تعالى وان شاء الله شنار بيسجل العمل وندشنا كلنا سوا باذن الله. بس علمني يا شنار عشان اجي معكم عليه الطيب. طيب ما عندك اسئله بعد على ما يخلص؟ خلص 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 يا رجال خلص ما عاد الاخ خلص. طيب شنار شهادتك وشي جامعي طالب جامعي او طالب ثانوي او ثانوي عامه؟ متى خلصت الثانوي العامه؟ خمس سنوات ست تقريبا يا سلام. اربع سنوات الى خمس سنوات. اي جميل. ما حالك الحظ في الجامعات في الامور هذه. اي الله الله نسبتك جيده جدا ما شاء الله في الثمانينات بحكم اني يعني الاكبر وكذا فما تفرغت الجامعه والامور هذه. يا سلام. طيب عندك بزنس خاص فيك؟ والله فيه مشروع ان شاء الله جاي الانطلاق ان شاء الله البرنامج هذا. يا سلام. واكيد الواحد لازم يحط له هدف في البرنامج. طبعا انت غير موظف متفرغ؟ نعم الفتره الحاليه. الله الله. يا سلام. بإذن الله مشاريع واجد والأفكار واجد. أسأل الله يوفقك وحظ طيب يا شنار. شنار من سكان الرياض ولا خارج؟ من سكان الرياض بتحديد محافظة شقرة. شقرة. الله يا سلام. نبينا تحية لهاي شقرة. تحية لهاي شقرة. يا سلام. عاد أقول لك حاجة. شقرة. وموجهين دعوة في مهرجان ذا اليومين في مهرجان فلفل شقرة. مرحبا والله. ذا اليومين الله يبقيك. مرحب وتحلى. والله كفو 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 بيض الله وجهك. الله يبقيك. نبي نشوف الحل. الأستاذ محمد عطنا حركة الكانتون. يا تشيتشي كابوتشو. يبي لها بس عصا 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 إيه إيه لا كذا كذا. يلا بسم الله. تعطية الأستاذ فيصل حازب يلا حيه. مرحبا ومساء مبطي منك يا ولد ما شفناك أرب أنت بتعبان جعلك ما ترى باس. مرحبا ومساء ترك السبيعي أم أبو محمد الرزقي أبو هادي مرحبا بالجميع الربع اجتماعه بس أصبر على شوي. طيب
ترى الوقت الوقت لا ارحب يا سيف سيف من عمان مرحبا يا سيف العماني سيف الجنيبي شاعر سيف ومشروب من اهل عمان انا اخوك ابو خلاص خلاص يكفي سمي ابوي تحيه لسيف العماني خوينا سيف العماني تحيه لك يا بطل يا تحيه للعمان جزاكم الله خير الله يحييكم مرحبا ومسهلا طيب شباب الله وخيركم ان شاء الله قبل كل شيء اعطونا قرب يا مخرج على الطبق الجميل هنا شباب النظافه نظيفه جميل جدا ليش تبغى النظافه احنا خلصنا وشكل الطبق له دور ما شاء الله تبارك الرحمن الله يعطيكم الف عافيه والله هذا الطبق الان الطبق الدجاج الصيني اللي يعرض امامكم نتمنى من الاخواننا الصينيين يتابعون الان هذا الطبق الجميل لا توخر من المخرج عشان ما المخرج يعطينا واحده بالكاميرا زين نتمنى من الاخوان الصينيين يشاهدون هل هذا هو طبق صيني او دجاج او مقلي دجاج هذا دجاج كانتون ويتميز كانتون ويتميز بالصويا والصويا هو اللي تعطيه اللون ويعطيه النكهه نعم من اللي مبتكر الفكره البكره هذه تشونغ كونغ تشونغ ايه هانكونغ هانكونغ طيب طيب قرب يا مخرج هنا الله لا باقي ما قرب يا سلام بفني وتقديري ما يهزمك احد يا سلام شوف كيف شوف كيف الفلفل الرومي مغطي على الدجاج ترتيب الالوان شوف ترتيب جميل وشوف يعني تحبون سبايسي حراق يا شباب والشوق حراق احنا اصلا عايشين بسبايسي بعدين خلينا نبرد ها برد انتم خلينا نجي نقيم طيب وش رايكم يا شباب تتفضلون تقيمون لان الطبق هذا على ما بال يخلص طبق شنار بحيث ما يبرد الاكل ويتغير طعم الاكل كل مره عليك انا خلهم ياكلون بطريقتهم يا اخوي خلهم 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 توكل عن طريق بالخبز عن طريق الفم تفضل عن طريق المنين بس بس دقيقه صل على رسول الله دائما اولا لازم لا الله يرفعك ما تعدي عليكم لكن ايش بسم الله تفضل الله يعافيكم خلنا نشوف انا ترى يا شباب تدرون اني درست في الصين يا شباب تدرون اني درست في الصين انت معي وتدرون اني خذيت الحزام الاسود والاصفر والاحمر والبني والبرتقالي انا هذا فلفل عليكم زود ايوه انا حاطه في يا شباب عطنا سبايسي طيب بسم الله شوف نعم خذ انا شوف وغمسها غمسها في نعم نعم خلينا نغمس يا رجال ما بجه له العافيه يا رجال يعني ما زينت الا ذا بس قول بسم الله عشان تبارك يا اخي لا تكثر يا نبي يذوب يا ساتر يا ساتر امسك خلاص جاكم ما زينت الا ذا بس لا في غيرهم قلقه بس يوم قلقه يا شباب كيف ما يضوي؟ كيف؟ اسحف لي يا ولد احنا نسال يا رجال اسحف لي يعني عندك ما جاء انا اطبخ وين ذوق يعني ما يصير كذا وجه الله ايش قومك؟ بس دقيقه خليني اقيم شوف شنار هم لقيتوا الكبسه تسحبون علينا عيشه شنار وين؟ ابشر ابشر على وشك تعال شنار تذوق تذوقوا يا شباب جعل فيه العافيه والله الصيني صح تذوق الغلبه والله يا لمسه حقت الفلفل انها هي طبعت الله والله انا زينتها يا ولد هذا الصيني اي حلوه حنا صح حلوه نعم الصيني والله حلوه حلوه والله طيب. وجهه ما راح ناخذ تقييمكم لين تذوقون طبخه شنار نعم صحيح كيف يا فيصل عشان تميزون بينها وفقنا تمام تمام كلها سويها انا طال عمرك واخسي خلاص خلاص صح حلوه طيب بسم الله اقرب جعلتها لا عاد نعطيكم مويه هذه مهم موضوع يا قاعد العافيه اخيو تفضل تفضل امشي 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 والله مو ما في تقييم لك البي استعجل عليك امشي بس عاد امشي بس روح العاد حبيبي الصويا والله الوجبه حلوه بس الحين اكلتوا نترككم مع التقييم ايوه ارجع يا محمد ارجع يا تون تون كاتشا نو نو خلاص كيف الصويا؟ خلاص اسمع بالنظافه يلا خلاص يلا خلاص استاذ فيصل خلها جاي في تقييم تقييم مو بغداء يا رجال خلنا نقيم خلنا نقيم شنار عندك وجبتك لو سمحت حلو حلو يا الله ايش هذا الكلام اعرف هذه قد مرت علي يدون ياكلون معنا واخر شيء خسر عمده عمده القريه خلوه العمده مرحبا اوه العمده ينافسنا بعد مرحبا يا مرحبا يا الله تنافس يا العمده يلا عليك يا ولد اخر يدك انت خطتك مع الرجال يلا شنو
خلاص. اي خلاص. خلاص خلاص. لا لا. حلو. حلو خلاص في ناس بعد. عطوا عطوا شيخ شو اسمه؟ شنو كليت؟ شيخ محمد الرزقي غرفة. وين رزقي وين؟ شحفوني اليوم. كفون. قاعدين. ليش ليش ليش؟ سلام هذه لي الله يسلمك. معهم ايش ذا حمود. الف الف عافية ايش؟ ابن الحسن مو بشين بس ما ادري عن قلقل يمكن يملح بشاور قلقل عشان لبيه شوف 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 الله يا سلام يا سلام يا سلام طيب خلنا نجهز الصحن يلا 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 بسم الله بالله يقرب يا مخرج كيف شوف كيف الصحن تقول كذا غيرن فيه لغم طبعا يا مخرج هذه ذواقه بس ترى الى الحين ما قيمه عاد غيره يسوي غيره يسوي غيره لا في مقلقه اكبر صحن هنا ايوه شباب وين الصحن في غيره كثرت عطونا ها اعطينا بلد اي طبق ما شاء الله الشباب اكلوه كامل شباب عطونا الصحن الكبير عشان يغرف الغداء سبب التاخير الصحن هذا هذا كبير لا لا نبي شيء ما بجاني هذا شنو بلعوا تبون واحد ثاني طاشه والله ما سوي اي والله يجيبون يجيبون ما ابو اكيد ابو لا في تقييم اسوي لكم ابشروا لا لا ما يستاهل لا لا بيجيبون صحن بيجيبون صحن اعطونا صحن يا شباب سريع بالله خليك مصفوط هاي ضروري ليش جاني بدار تبيني القمك يا قلبي هلا 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 والله ها نايف القم تركي لا انت عشان نايف وين انت يا مخرج نايف هذا وين تركي هذا من الجهه الثانيه لا انت سرعه قول وينك طيب يا تركي يا مخرج لا انت الله يرضى عليك خلنا جبني وانا اعطي تركي الف مبروك المية نقطة الثانية من نصيبك يا عطوها محمد يستاهل الأخت حصة تقول أعطي المية نقطة للنجم شنار محمد شنار محمد شنار محمد شنار الدوسري 100 نقطة تستاهل انت تستاهل يا عمده تستاهل يا عمده يا سلام تستاهل كل خير والله طيب تستاهل يا عمده 100 نقطة راحت لشنار باقي ال 100 الأخيرة اللي حقت السؤال اللي هو طبق سعودي يتكون من أربع أحرف وشو؟ جريش صح يا تركي؟ صح طيب طيب هذه المية الثالثة بنسحبها في أثناء التقييم سم والله أنك أنت فيك صدقة طيب عطنا الصحن يا أخوان الصحن عشان بحيث الأخ شنار يغرف الغداء لا زين لا شو ذي خلاص يا شيخ ها مبروك اي بس ترى بيحكم على النظافه بعد شوي نظافه اي والله يقولون لا بيرتبونه عقب لا والله في تراب وش تراب قوي انت ما ذقت هذا والله لا تقيم لا تقيم لا تقيم لا 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 يكون تراب قوي ليه في تنافس قوي نعم نعم هو يكون في تنافس ما بعد ذاك يقول في تنافس في تنافس قوي في رجال يشتغل حاله في رجال يشتغل حاله لا مانع الصفحه هذه كفو لكن باقي بندوق نعم نعم نحترم رايك ونكلم بكل الكلام افضل السبير عشان نتغدون سوا وين الصحن يا اخوان بيطول ولا يغرف عنده صحن الحين 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 احسنت يا نايف ما يصير هذا الكلام يا اخوان احركهم لك الله يبيض وجهك يا نايف من جعله ولد سموه نايف يا الربع يا كبر الرجال نايف نايف ما شاء الله ما شاء الله رجال ترى رجال صقر لا تطيره انتم عاد لا اللزين يا رجال عشان نخلص بس طبقنا محمد يلا يلا بسم الله طيب فيه جنب العمليات خلاص اللي ما عنده ثانيه صح خل 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 خل
لا لا خلها خلوها خلوها عليكم. والله كفو بيض الله وجهك. حلو هذا الراس. فيها بعض التغريدات يقولون ليش ما يتواجد معكم شيف؟ والله المفروض شيف، ولكن الخوات بالاتصال وبالمتابعة ما قصروا. صح انهم مو مثل الشيف الحاضر اللي بيذوق ويتذوق ويطعم ويشوف الشكل ويشوف النظافة زين، ولكن بيض الله وجيهم خواتنا اللي يقيمون او يعطون الطبق ويشرحونه بالشكل الطيب للمتسابقين طيلة برنامج كاريزما إلين آخر يوم في برنامج كاريزما. أنا وأخوي الغالي عبد الله الجميري، عبد الله الزميلي يسلم عليكم سلام واصل. الله يستر عليه ويحفظه سلام واصل. ويقول سلمني على الربع سلام واصل. والله يعطيهم ألف عافية. الآن قرب لي يا مخرج على أيوة. أشكرك يا محمود، أشكرك أشكرك. حلو 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 يا سلام. فيه الفقرة يقولون يا الربع، تدري ايش يقولون؟ أمس غردت أنا قلت وش رايكم الفقرة تبدأ عقب الظهر ولا عقب العصر؟ في أحد البرامج قدمناها جات عقب العصر. يا سلام حطوها عقب العصر، لكن عقب العصر لا ولا حطها. لا قدك طالع من برنامج جاتك اللي يقول الضيقة اللي دائما تالي عصير. في وردها على الجين. تكاك. لكن الحمد لله على ما جاء من الله. وش رايكم هل هو عقب العصر ولا عقب الظهر يا إخوان؟ وش هو التكاك؟ بعد صلاة الظهر على طول. شكر خاص لك يا فيصل الحازم. وانت نايف؟ انا اقول اول شيء الامر يكون راجع لك في الاول والاخير. وانت مقدم الفقره، ولكن كوجهه نظر بعد صلاه الظهر هذا وقت الغداء. يا سلام. الظهر بربع ساعه. يا سلام. طيب تركي ليش ما تقول يا تركي بعد الفجر فطير؟ والله ما لها شكل. مهب شينا. اي والله، لكن بعد الظهر افضل شيء، لان حجزه غداء بعد العصر خلاص ما لها داعي. تدرون ان لا 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 باقي. تدرون يا الربع لو يخليه فطور بيضرب. بس تدري ايش تسوي؟ ترقدون انتم للعصر، انتم المتسابقين ترقدون للعصر، بحيث تبدعون من بعد العصر الين الفجر. الفجر انت متى ينتهي البث عندكم؟ الساعه 5. الساعه 5؟ نعم. خلاص احنا بس نبي للساعه 6. الساعتين اللي في الظهر حطها في الصباح يا ابو عبد الاله، ايش رايكم؟ يا سلام. يجي بعد الفجر. ابشر بسعادك. انت السعد بس ما ادري. والله وكلام كليم. مو بزين فطور شكشوكة النفسية زينة والبراد وصوت العصافير. طيب ها ها وين أنت؟ الله يطول عمارك. ليه عبد الله الراجح واحد ونعم ونعم هذا كان شباب. يا رب يا رب نعم يكون بيض الله وجهك يا فيصل الحاج. اشكرك يا فيصل اشكرك. طيب استاذ سيف العماني يبدو انك متضايق. لا بالعكس على ما يعني الامور تسير على ما يرام. نعم لله الحمد لله. طيب وش رايك يا استاذ فيصل؟ الله استاذ سيف في وقت احسن نفس الوقت. ها نفس الوقت اللي الحين شغالين فيه عالمي صلحه. وانت يا ابو هادي؟ انا تبغون الغداء فطور قصدك؟ وش رايك غداء فطور ولا بعد العصر؟ الظهر ولا العصر ولا الفجر؟ والله انا اشوف طال عمرك الفجر. ها الفجر ولا والظهر كلها؟ لا عطنا واحد. ايش رايك الفجر ازين؟ الفجر. ايه انت ما ترقد؟ لا ما نرقد الا الساعه 9 ولا 8. 9 اي والله. ولا تزين السوالف الا تحت البث. جزاك الله خير. ها لا يفارقنا بس عبد الله سامي طال عمرك. طيب الله قرب يا مخرج. ما شاء الله. حط يا مخرج قرب على طبق شنار. ابي شرب يلا حط لي كبسه مع طبق. قرب يا مخرج. يا سلام هذا الطبق مع الله والحاله. شنار الدوسري يقوم به الحالة بيض الله وجهه نيابة عن رفيق عبد الله الزهراني وعبد الله يسترخي مدة ساعتين ويستاهل، ولكن إن فاز بألف نقطة الألف نقطة كلها تتجه إلى شنار الدوسري. ممكن نشرح الوصفة ولا؟ طيب خلوه يشرح تفضل. طبعا عندنا مضغوط مقلقلة اللحم الحاشي والرز الجانبي الأبيض البسمتي
وعندنا طال عمرك على قولت اخواننا الكويتيين الدقوس الحار الا وهو الشطه عندنا. نعم. بالهنا والشفاء، اسال الله انه يجعل مهابيط العافيه. الله يعافيك. والالف اسمحوا منها وعزلوا ونزلوا الله يجمل حالك ويطول في عمرك. شكرا لك. تفضل يا شباب. تفضل. انا تحدي، انا اقول قواك الله وما قصرت وسويت اللي عليك وشكرا على الشغل الطيب. انت عمدتنا لكن كان تحدي. يلا بسم الله. وتبطي عظم انت واللي وراك ودورك واللي جنبك. لا 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 والمقدم والمقدم معي يا رجال. يا سلام يا اخوي والمخرج. لا 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 جربوا يا اخوان. اي الشلة على الشيء ورا حياك الله. من هناك من هناك هذا سيف الجنيبي خوينا من عمان. والله هو نعم شغله بيش طعمك عارف يشتغلون طال عمرك. ها كنا نريد ان نتذوق. عادي عادي اسمح لنا. تفضل تفضل. انت كلت من ولا انت عمده؟ خلاص انت اللي طبخت وخر. خلينا ندق عمده ما هو في المطبخ. والله كويس بس انا اللحم شوي توه قاعد شيء. هذا هذا ولا هو هذا لنت يعني. اتمنى يفلحك ما تلعب اسا. اقول الصدق يعني يتملحس شوي. يلا ما اقول الحمد لله اكلوا بس. انا اقول الصدق. انت وش دخلك؟ حط الخيارة في عينك. اسكت ساكت. ابى احط الليمون الاسود. انت شربت اكثر منا بفقرتنا العديدين هذا يا مخرج. انا طالب بخصم على نايف محمد دخل فقرتنا وخرب علينا. نعم من هذا المنبر. دقيقه نفتح خشمك. دقيقه بيض الله وجهك محمد. عارف فزعه العجله شباب. سعاده كيف تكسب؟ كيف لا الواقع الواقع اشياء كذا. الله يجزاك خير. الواقع عاد الغدا هناك. والله لا فاز كني فاز يشهد الله علي. هو ولا غير مش انه تاكلون مش تم انس اخو محمد صدق حاره خلاص واقع يا نايف واقع خلاص واقع يا اخوي. طيب بيض الله وجهك. ابو سعد نقدر نفك هذه تكفى يا ولد. تكلم ما شاء الله. الوقت ما خدم. جاني نفسي. لاحظت يا ولد انها مره. الوقت ما يخدم مره. اتمنى ان شباب ناشد. تراكم خالفتوني شغله. وين؟ ما حطيت ما لفت على البحر. تعال تعال. تعال دقنا. احنا احنا قلنا شيء. ما قلنا شيء. محمد ولد عام. اوكي كله. ايش قلت انا؟ خلاص سعد نفك هذه. امضى غمضى. اي فكها. اي خلاص ابشرك جانا. خلاص حط كل. والله جانا امر الحمد لله. يا ولد خلاص يا رجال يقول اصبر شوي انت خلاص الربع دواقه يا رايح محمد يا اخوي ترى متغدى هنا ادري عن هذه دواقه يا رجال رايح هذا ما يخالج العب شباب شنو الصحن تغدوا بس دقيقه الشباب اللي ما بعد لا اصبر شوي يا رجال حازم اصبر يا رجال رزقي انتظر اصبر شوي نفداك تغدى سوج انا ما نفسي خلصنا بعد تغدى جوعي شوي يا رجال لبيك لا تقولها لا تقولها يا مسلم يا مسلم سوف نتشاور انا والزملاء المتذوقين. نعم اي ودك نقول بدي معها استغرت يا مسلم. يلا وش بعدين اتغدى الحين. طيب نفلح نساعدهم كيف نفلح. لبيك ولا نقيمون اول شيء. طيب لا 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 صبر قيم يا شباب. ابشر ابشر تعال يا سيف لهنت الله يلبيك. سيف العماني انت مالك اظهر منها. سيف الجنيبي 70 نعم يستاهل. هذا ثاني افضل شخص عرفته في الكاميرا يستاهل. بعدك انت والله الله يرفع قدرك. تراك صحيبي في اي تراك صحيبي هناك برضك ترى بطردك. عطني سفره يا ولو مطاره دي عرفها. ها مطاره والله انا عينت انا بدك يا سيف. عطني سفره سفره يا سراق النظاره يا سيف. سفره يا مسلم سفره سفره. من وين؟ من اي من مكان اختلق لك سفره ما ادري. انزلي من السماء سفره. عمرتك انت ما في سفره سفرة. لكن لم تنزل على سفرة. نعم نعم نعم. تنزل عليك كسفة من السماء فتخسف بك. أنا هبدو على قولتهم. ليه ما تستعلم هذه النظارة؟ اقربوا اقربوا يا شباب اقربوا. تقاربوا. نايف ما قصرت شبعت. ترى يقول ادخال الطعام على الطعام مضرة يا نايف. يا رجل ما يجي شيء. بسم الله عليه. السلام عليكم. صلى الله عليه وسلم ورحمة الله. السلام على من اتبع الهدى. عودنا فيه. عودنا. بسم الله سمي عاد في ناقص فيصل من تعال يا ابو فيصل سعد. فيصل بالعافيه ولا ما نعم
ويجيهكم كل بيهكم. تروح العافية ربي. أنا جعلت لكم كلكم. الله يبقى جعلت إيدي هنا وإيدي هنا. من طيب راسك. خشمي فزان. وجه الله. هنا أفضل. لا لقد جاملت. لا لا ما قصرت. أنا أقول طال عمرك اللي له لنا واللي لنا له بدعوت أن عملنا واجتهدنا هنا صابنا لنا أجران وإن أخطلنا لنا أجر واحد والحمد لله رب العالمين استمتعنا وكانت فقرة جميلة طبخنا وتغدوا ربعنا معنا هذا راسنا مبروك الساعة نعم سوينا حركات صينية نعم هذا مو بلباني ولا مشغول إيه لباين ما لا ترك لي يا زين كنت الروكي هي هذا ما تعلمت لباين الروكي قال الجمهور سبحان الله الجمهور يعرف ما ي... ما العظم عظم بطلي يعني عظم انك برا كان اذنك يا جمهور تركي شوف يقول تركي كان اذنك وانا دافع عن تركي شفتوني تراني بلقمك بالعظمه دي هذا ليمون عز النعم عز النعم ترى سلطان قريب ترى سلطان قريب ترى سلطان مو بعيد لا لا طبعا شطرطون قريب احسنت ترك عندك ولد لا تتكلم عاد وركي ذا الكلام عيب يا زرق والله يا ولد تراك دفل فيني وانت تسولف ليه والله لو اني انت خابر من خلي ساكت هلا بعدين اتحداك تقوله انت فيني مو بطلع ابراهيم اطلع البيت صدق قال الجمهور ايش قال؟ تصدق اي شيء قالوا تغديت قالوا ويا قالوا تعرشت قال لا قالها ما كليت يقولها اللي قال الله لا يهينك هذه سالفه ها تعرشوا اللحم يا سلام هذه سالفه تقول انا عيب هذه سالفه تقول انا اللي قايلها يعرف اللي قالها من اللي قالها يا ابو محمد يا الله مع العافيه يا الله لك العافيه انت انا لما قلنا اشبح بوجه سيف الجنيبي كاني شايف المراجل اشهد لله اشهد لله اشهد لله خليني اشوف وين راح تستاهل طلع عمرك امان الله المستعان سيف وصلت النشامه سيف عمان توصل النشامه وترجع علينا وترجع عنده من الرجال اصلا الكلام يوقف ونعم انا بمطلق عز الله يعز عز حط على غطاء فاهم ما يشبع نعم يشبع على طول يقولون والله اعلم مو صحيح انت شرلك انت ايش حسيت حسيتني شبعت بالنظر على طول بالنظر ما ادري يا اخي ما ادري من الطابخ ولا ادري سبحان الله تدري يا ابو ابراهيم كل ما شفتك تمدح نفسي الاكل حلو عشان كذا جاي مقابلك كذاب الى متى تتجاملون بعض تركيا ويتقدم ابو سعد سمعتوا طيب ويتقدم ابو سعد ويفكر بالافكار غدو تركي تغدو خل مغدو ريض انت غدو استاذ شكرا للرعاه معنا اللي هو غصن الزيتون وبهارات الغربي الله يعطيهم الف عافيه ما قصروا وكفوا ووفوا على منتجاتهم الجميله الطيبه الله يرفع قدرهم ويجمل حالهم طيب السلام ورحمة الله يا مرحبا سم فقرة المطبخ هلا والله يا حي الله حياك شلونك عساك طيب الله حياك متحول ها والله شفتك وانا مار الله يرفع قدرك الساعة المباركة طيب طبعا فقرة المطبخ تعتمد يا اخوان على شكل الطبق والتايمر ركزوا على كلمة التايمر تمام والطعم والنظافة عندنا 100 نقطة أنتم عارفين الآلية لكن في ناس جدد يتابعون لذا ونوضح الآلية شبه يوميا 20 نقطة في الإعداد تقييم الإعداد على الشكل والتايمر شكرا لك يا المعد الفقرة عبد الرحمن السالم الله يعطيك الف عافية بيض الله وجهك على شغلك الطيب يستاهل الله لا إله إلا الله محمد رسول الله و30 نقطة بتصويت الجمهور و50 نقطة بتقييم المقدم